مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمه الله. منوريني دايما ومشرفيني في بيتكم الاهلي والاهلي الليله. اهلي الليله زي ما معودين حضراتكم هنتكلم في كل ما يخص جماهير النادي الاهلي. عندنا مباراه مهمه ان شاء الله يوم الجمعه القادم، مباراه الاهلي وشبيبه الثوره الجزائري، مباراه مهمه جدا. حققنا فوز في المباراه الاولى في تكلب، ويعني الحمد لله ربنا كان معانا، هدفين لعلي معلول والناصر ماهر. لسه الاداء ومش عايزين نستعجل الاداء زي ما اتفقت مع حضراتكم، لسه لاسارتي بيتعرف على الفرقه، لسه الصفقات الجديده لسه مستني منها كتير جدا. رمضان صبحي بيدخل بقوه، حسين الشحات بيدخل بقوه، كل اللعيبه الحمد لله. حمدي فتحي بقى اضافه قويه كمان للفريق، ما شاء الله ما شاء الله. ياسر ابراهيم كمان، صفقات من العيار الثقيل. لعنه الاصابات لسه بتصيب لعيبه النادي الاهلي، وان شاء الله في طريقها للحل باذن الله. هيكون معانا ضيوف النهارده هنتكلم معاهم في كل ما يخص جماهير النادي الاهلي واعضاء الجمعيه العموميه. معانا ضيف تقيل جدا جدا، الاستاذ طارق قنديل عضو مجلس اداره النادي الاهلي، يكون معانا بعد قليل يحدثنا عن كل ما يخص اعضاء الجمعيه العامه الموقرين للنادي الاهلي، كل ما يخص استفساراتهم واسئلتهم والاشتراكات، كل الحاجات دي هنغطيها مع الاستاذ طارق قنديل اللي شرفني بعد قليل. هيكون معايا كمان كابتن ايمن الرمادي المدير الفني لنادي عجمان الاماراتي في الفقره الثانيه، هنتكلم معاه عن شكل النادي الاهلي، ونتكلم معاه عن تجربته الاحترافيه في الدوري الاماراتي وخبراته الكبيره جدا، واجهه مشرفه جدا للمدرب المصري في الامارات. تعالوا نطلع فاصل، مش عايز اخد وقت طويل لان هيكون في حديث طويل جدا مع النجم عضو مجلس اداره الاستاذ طارق قنديل عضو مجلس اداره الموقر، للحديث عن كل ما يخص اعضاء الجمعيه العموميه الموقرين للنادي الاهلي. نطلع فاصل ونستقبل ضيفنا الكريم للحديث عن كل هذه النقاط. اهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام، منورني ومشرفني دايما المره الثانيه، وبرحب بيكم المره الثانيه. ونورني وشرفني النجم الاستاذ طارق قنديل عضو مجلس اداره النادي الاهلي، نور الدنيا. الله يخليك، ومرحبا بكل المشاهدين، ودايما بنبقى سعداء واحنا موجود في قناه النادي الاهلي. طبعا. اكيد بيتكم طبعا. بيتكم عندنا ملفات كثيره جدا، اعضاء الجمعيه العموميه بتسالوا عن عده ملفات، الاشتراكات والانشاءات والجماهير طبعا، الجماهير الاهلاويه، انشاءات الاهلي في الفروع الثلاثه، التجمع وشيخ زايد، مدينه نصر، وطبعا الجزيره، الانشاءات الجديده. عندنا ملفات كتير جدا نتكلم فيها ونطمن كل مشاهدينا ومتابعينا الكرام جماهير النادي الاهلي واعضاء الجمعيه العموميه. تحب نبدا منين؟ ادي لك نقطه البدايه. نقطة البداية ان الحمد لله خلال السنة اللي فاتت من يوم تكليفنا بمجلس إدارة النادي الأهلي واستكمالا للفترة اللي موجودين فيها، لو هنبدأ بخطة إنشاءات، اتعمل خطة إنشاءات مدروسة لها مواعيد محددة يتم التنفيذ بها، بتتابع بدقة من كل المسؤولين في النادي على رأسهم كابتن محمود الخطيب. الخطة دي نفسها بالتبعية بيبقى ليها بلان معين، المفروض ان انت تبدا تخلص في حاجات تلبي رغبات الاعضاء اول باول. يعني في حاجات كانت محتاجه انها الاعضاء ضروريه لازم كانت تتعمل، وفي حاجات معينه مختصه بالتطوير نفسه اللي احنا دارسينه للنادي الاهلي نفسه، كحاجات كتيره من ضمنها البوابات والاسوار وخلافه. لو تناولنا مثلا نبدا بالجزيره، الجزيرة في صالة الكاراتيه الجديدة دي خلال شهر إن شاء الله هيتم تسليمها. أسوار النادي انتهت بالكامل، الحمد لله مثار إعجاب للجميع اللي حصل في موضوع الأسوار، بحيث بتخش أي فرع من فروع النادي الأهلي خلاص هو ستامب واحدة كده، بتحس إن ده هو ده النادي الأهلي. زي أي كائنات المحترمة اللي ليها براند معين، من لحظة ما أنت بتيجي تدخله تحس بالكلام ده. حضرتك بتتكلم وبرجاوي جايب لنا كل الانشاءات، يعني ماشيين مع حضرتك بالصوره، اتفضل. خد بالك يعني عدد الاعضاء زادوا والقصه اختلفت عن زمان، وفي نفس الوقت بتلاقي ان البوابات نفسها سواء من الناحيه الفعليه او كده ما بتكونش مناسبه ولا ملائمه للاعضاء، حتى المكان الدخول نفسه يعني. يعني فالحمد لله يعني دراسات اتعملت كتير قوي هندسيه وانشائيه للكلام ده، وتم التنفيذ زي ما بقول لحضرتك كده. الجزيره كلها انتهت تقريبا يعني.
يعني كل اسوار النادي في الجزيره خلصت يعني. عندك في الجزيره في مدرج كان مهم اسوار ان احنا نعمل شكل للنادي حتى لو عندنا 50 60 فرع يبقى الشكل العام هو واحد، هو شكل النادي الاهلي. الحمد لله كل البراندات والكيانات الكبيره هي كده، لما تيجي تخش مكان واحد مختص بيه هو البوابه نفسها ومظهر السور نفسه هو بيعلن عن نفسه، انت تقول على طول ده النادي الاهلي من غير ما يكتب الاسم او اليقظه. بالظبط يعني. بالظبط. عندك هناك في مدرج كرة القدم برضو في النادي الاهلي، تم البدء في اعمال التشطيبات. المفترض خلال 3 شهور ان شاء الله هيتم الانتهاء من الكلام ده الخاص بمدرج الكرة. ده مهم جدا برضو لان انت عندك برضو في مدرج اللي هو الثاني اللي كان قايل المفروض قايل لسقوط المفروض ان احنا خدنا التراخيص ان احنا نزيله، فيعني دي مرتبطه بدي. وفي نفس الوقت المدرج ده كان بقاله فتره المفترض كان يحصل فيه انشاءات كتير، فالحمد لله خلاص يعني خلال 3 شهور القصه دي هتنتهي ان شاء الله باذن الله. في ان شاء الله يوم الاثنين الجاي هنفتتح ان شاء الله صاله الجمباز في النادي ده في الجزيره برضه. ميت نصر لما بتدخل ميت نصر بتحس ان في خليه عمل، يعني خليه نحل كده من الانشاءات والاعمال موجوده هناك. عند حاجه في مناطق جلوس الاعضاء دي مشاريع قائمه، يعني في من ضمن مشاريع قائمه المنطقه الترفيهيه دي هتبقى على اعلى مستوى، هتبقى حاجه كده براند جوه الانديه المصريه يعني لما تعمل في النادي الاهلي. جميل. في الاسوار، في البوابه الرئيسيه، ده اللي متعلق اللي هو بميت نصر. الاسوار تم انتهاء المرحله الاولى في مدينه نصر. ميت نصر المرحله الاولى انتهت في مدينه نصر. باقي المشروعات ان شاء الله هتسلم تباعا اعتبارا من اول فبراير. تمام. لو دخلنا على الشيخ زايد في مجموعه مشروعات مستقبليه مدة التنفيذ فيها كلها هتبقى سنة من استلامنا للتراخيص، يعني جاري حاليا استقرار التراخيص من الجهاز المختص في الدولة. والمشروعات دي على رأسها طبعا في صالة جمباز وفي الكراتيه وفي مجمع سكواش. وفي أجزاء من البوابة الرئيسية بدأ العمل فيها يعني. بندخل على بعد كده إن شاء الله على المولود الجديد اللي هو القاهرة الجديد، فرع القاهرة الجديد. مدة تنفيذ المرحلة الأولى في فرع القاهرة الجديدة إن شاء الله هتبقى سنة ونص من استلام التراخيص. تمام. يعني مجرد ما هيتم استلام التراخيص سنة ونص هتنتهي المرحلة الأولى اللي هي افتتاح النادي نفسه. ده المكت مع قدام حضرتك الصارق والسادة المشاهدين، ده مكت نادي التجمع، نادي الأهلي في التجمع زي ما حضراتكم شايفينه، ده مكت تصوري. اتفضل. المرحلة الأولى هتبقى عبارة عن المبنى الإداري وملاعب كرة سلة ويد وأسوار النادي ومناطق جلوس الاعضاء. تمام. وبعد كده ان شاء الله لما تخش على المرحله الثانيه يبقى حمام السباحه وغيره من الحاجات الرئيسيه. تمام. كل الانشاءات دي الحمد لله بتتم في توقيتات محدده وفي ناس على اعلى مستوى جوه النادي، في اداره هندسيه برئاسه المهندس سامح كامل، في متابعه كامله في بعض المشروعات من الناس ثانيه جوه النادي مسؤولين. كابتن محمود خطيب بيتابع بنفسه المشروعات، حتى النهارده كان في زياره برضو متابعة المشروعات نفسها، وأوقات بيكلف من مجلس الإدارة زي المهندس محمد سراج إن هو يتابع بخبرته في العملية الإنشائية والهندسية. فالحمد لله مع المكاتب المتخصصة فكلها ماشية بانتظام وفي نفس الوقت في مواعيد محددة، وكل ما هو كل راحة أعضاء النادي الأهلي يعني كلها تلبية رغبات النادي الأهلي. لو اتكلمنا على الحتة دي اللي هي ليه أنت النادي الأهلي نفسه بيهتم بالحاجات دي، الحمد لله عندك أعضاء، أنت داخل على أضواء جديدة كمان متعلقة بدأنا فيها بالقاهرة الجديدة. داخلين إن شاء الله مستقبلا على سلسلة فروع المفترض إن شاء الله تكون داخل وخارج مصر تغطي حاجات كتير، ممكن تكون بنيولوج جديد بطريقة جديدة بأسلوب تعامل جديد في طريقة فروع نفسها. لكن كل ده بيتم دراسته إن أنت تغطي كل حاجة. في نفس الوقت الناحية الخدمية أنت شغال على محور خدمي وأنشطة خدمية واجتماعية ورياضية. المحور الخدمي طبعا بيشغل حيز مهم جوه النادي. الأعضاء الحمد لله في يعني لو اتكلمنا على المنافذ الموجودة جوه النادي
الاعضاء لقوا الفتره الاخيره كم براندات نفسها لمحلات اغذيه وخلافه والكلام ده، ومشروعات موجوده جوه النادي الاهلي ما كانتش موجوده قبل كده، وحاجات ذو ثقه. يعني بتنتقوا طبعا البراندات او الاسماء. في مدير مسؤول للكلام ده، وفي لجنه للمنافس، دي برضه ما كانش فيه الكلام ده قبل كده. في لجنه للمنافس دي مشكله من اعضاء مجلس الاداره مع بعض المديرين التنفيذيين جوه النادي. تمام. ودي برضه بتقوم على طول اول باول انها تبص على الحاجات اللي هي تليق بالنادي الاهلي سواء براندات او خلافه، وفي نفس الوقت تلبيه لرغبات الاعضاء، الحاجات اللي هم بيطلبوها اللي حاسين ان في احتياج ليها جوه النادي. وده كل ده حصل في الفتره اللي فاتت. حتى لو دخلت النادي الاهلي الحمد لله دلوقتي منظر حتى الشاشات، يعني الشاشات، الشاشه العملاقه اللي موجوده سواء في فروع النادي الثلاثه، حاجه مخليه الاعضاء عندهم الحمد لله نوع من الارتياح للمظهر العام، ولتقضيه وقت سعيد وملائم جوه النادي الاهلي ومريح. بتعملوا الحاجه اللي تليق بالنادي الاهلي يا استاذ وتليق باعضاء طبعا الجماعه العموميه. طبعا بالظبط. وده الطبيعي، ده المفروض. ده الواجب الطبيعي بتاعنا، لان هو ما فيش ملف بيطغى على ملف، لان هو ده اللي انت مكلف بيه كمجلس اداره. تمام. في ملف الخدمي والاجتماعي والانشائي، وفي الملف الرياضي، كل الملفات نفسها، لان النادي الاهلي برضه له وضع مختلف عن جميع الانديه بجماهيريته الكبيره جدا، تاريخه، وفي نفس الوقت الاوضاع. فانت يعني في كل الحالات بتلبي، يعني في كل وسط الكلام ده في ملفات بيتم العمل فيها بكل الجديه. عوده الجماهير ان شاء الله بانتظام لجنه جماهير برئاسه الاستاذ خالد مرتجي، دي لجنه بطاقه الجماهير، وعملت شغل كتير قوي في مراحل متقدمه بحيث ان هي استكمال للمنظومه نفسها الالكترونيه للنادي الاهلي الخاصه بالجمهور، اللي هو عايز برضو توصل في النهايه ان جمهور النادي الاهلي يكون متواجد، اللي هو راس مال الحقيقي للنادي الاهلي، وفي نفس الوقت حرص على عليهم وعلى المنشآت وسلامه كل المنشآت الموجوده. فبتبقى عايز توصل للمنظومه دي في النهايه. النادي الاهلي هو قدره كده في كله، وما فيش برضو ملف يطغى على ملف. لان عايز اقول لحضرتك حاجه، احنا 11 عضو مع كابتن محمود الخطيب مجلس الاداره. احنا من حوالي 7 شهور تقريبا كابتن محمود الخطيب وزع على اعضاء مجلس الاداره 15 مشروع، بحيث كل واحد يعني ممكن اكون انا مسؤول عن مشروع وعضو في لجنه في مشروع تاني يراسه زميل ليا، بحيث ان كلنا يكون في عمل دقيق، كلها مشروعات بتعالج حاضر النادي الاهلي وليها رؤيه مستقبليه للنادي الاهلي. في نوع من التحديث بيحصل في النادي، لان هو ده برضه اللي يليق بالنادي الاهلي. انت في عصر خلاص ديجيتال وحاجات متعلقه بالكمبيوتر وخلافه، في تقدم رهيب في يعني لسه قريب معمول تعاقد مع حته الموبايل ابلكيشن، اللي هي ازاي برضه وانت قاعد جوه النادي الاهلي عندك اي حاجه متعلقه بالخدمه، مرحله متطوره هتعمل موضوع الاشتراكات من خلال النت، حاجات كتيره جدا بتحدث جوه النادي الاهلي. وده برضو ما بيخليناش نغفل عن دور الحمد لله العاملين جوه النادي. يعني العاملين جوه النادي، يعني عايز اقول لحضرتك خلال الايام اللي فاتوا والفتره اللي فاتت كلها كم الضغط على الاشتراكات غير طبيعي، لانك فاتح عضويه الشيخ زايد وفاتح عضويه النادي كله، وبتفتح عضويه التجمع القاهره الجديده. فعندك كله، واحنا عندنا احنا مؤخرا احنا الموافقه اللي هي عقود عجميه يوميه اللي هي لم تكتمل، ان احنا القاهره الجديده يبقى فيه 12,000 عضو، احنا واخدين موافقه على 12,000 عضو، والجزيره 1000 ده الحد الاقصى. الحد الاقصى. وبتحتاج اكتر من كده بترجع بقى لجمعيه يوميه. والنادي الاهلي اللي هو احنا يعني بتسمى مجازا كده احيانا الجزيره، اللي هي عضويه اللي عامله في كل فروع النادي الاهلي ومقره، دي خدنا موافقه اللي هي العضويه الكامله يعني 1500. والقاهره الجديده انا قلت حكي القاهره الجديده 12,000 يعني، والشيخ زايد 10,000. لو هنتكلم حضرتك يعني كل لسه بنتكلم على برضه الحته المتعلقه بالاشتراكات والعضويات، وانا بشرف ان انا متواجد في لجنه العضويه مع الاستاذ ابراهيم الكفراوي. وحضرتك كنت بتتكلم على لجنه العاملين. ده لجنه العاملين ده قصه ثانيه. عايزين بعد ما عملت تحديدا، لان اعتقد ان حاجه مهمه مسمى لجنه العاملين. تمام.
اول حاجه هتطرق معاك على الاشتراكات وماذا يحدث في النادي الاهلي حاليا، ان في خليه نحل تمام. متواصله على طول في الكلام ده. احنا فاتحين باب الاشتراك زي ما بقول لحضرتك في الشيخ زايد والادويه الكامله وعضويه القاهره الجديده. تمام. اولا لو حضرتك تبص على ليه النادي الاهلي، طبعا الحمد لله بخلاف اسم النادي الاهلي يعني براند يطغى على اي براند يعني، وفي نفس الوقت عندك الناحيه الخدميه والاجتماعيه والانشطه الرياضيه اللي موجوده جوه النادي الاهلي. تمام. والمساحات نفسها. تمام. يعني انت عندك فرع اللي هو الجزيره مقر نادي 17 فدان. تمام. الشيخ زايد 127 فدان. تمام. مدينه نصر 51 فدان. الفرع الجديد في القاهره الجديده حوالي 50 فدان. فكم المساحات الحمد لله اللي بيتلوها نواحي خدميه وانشائيه ورياضيه تبقى موجوده جوه النادي تليق ان شاء الله بالايه بالمساحات دي. وما زلت انا رايي ان يعني عضويه النادي الاهلي حتى الان حتى بعد الزياده اللي هتبقى من اول فبراير مقارنه بامكانيات النادي الاهلي والنواحي اللي موجوده والفروع اللي بيستمتع بيها والناحيه الخدميه وكيان اداري مستقل الحمد لله بسيستم قوي، كل واحد في النادي الاهلي عارف هو مسؤولياته ايه، جوب ديسكريبشن واضح بيعمله يعني بينفذه. فاسعار برضو مش يعني مش الحمد لله في متناول ان هي العضو اللي بيرغب في طلب العضويه في النادي الاهلي. تمام. حاليا الجزيره العضويه العامله للنادي كله بمقره الرئيسي بكل فروعه 350,000. تمام. 350,000 ده كاش، ولو قسط العضو بيدفع نص القيمه 175,000 والباقي على 4 سنين بالاضافه للمصاريف الاداريه. تمام. العضويه يعني فيها تسهيل جامد جدا. 150,000 والباقي على 4 سنوات. بيدفع 175,000 اللي هو نص القيمه والباقي على 4 سنوات بالاضافه للمصاريف الاداريه. تمام. المصاريف الاداريه لما تحسبها حضرتك هتلاقيها برضو معدلها يعني اقل من فايده البنك نفسها. تمام. يعني. في نفس الوقت في عندنا عضويه الشيخ زايد 125,000 ومن 1 فبراير هتبقى 175,000. تمام. يعني اللي عايز يشترك لغايه 31 يناير ان شاء الله قدامه الفرصه اللي هو يشترك بالسعر الحالي اللي موجود 125,000. 1/2/2019 او 1 فبراير بالظبط كده لغايه 1 من 1 فبراير هتبقى 175,000. تمام. وممكن بيدفع لو عايز يقسط بيدفع النص برضه كاش والنص الثاني بيدفعه على 4 سنين بخلاف المصاريف الاداريه. عضويه النادي كلها 350,000. النادي بفروعه كلها 350,000. هتبقى من اول فبراير ان شاء الله برضو دي فرصه لغايه اخر يناير. عضويه النادي يا استاذ اللي هي اللي يدخل كل الفروع. كل الفروع. 350,000. كل الفروع ولها حق حضور الجمعيه يوميه وكل حاجه. 350,000 جنيه عشان برضو نوضح للساده المشاهدين والراغبين في الاشتراك في النادي الاهلي، فعضويه النادي الاهلي بيدفع منها لو عايز تدفعهم 350,000 كاش او 175,000 والباقي على 4 سنوات بجانب المصاريف الاداريه. بالظبط. اللي هي بتكون اقل من اقل من فوائد اوكي. الثاني فرع الشيخ زايد الثاني برضو اكيد عايزين نعيده للساده المشاهدين. الفرع لو هيدفعوا كاش بيدفع 125,000. 125,000 من 1 فبراير هتبقى 175,000. هتبقى 175,000 ولو هيقسط بيدفع نص القيمه والنص الثاني بيقسطه على 4 سنين بخلاف المصاريف الاداريه. تمام. لكن التوتال كله 350,000 لو عايز يدخل الاربع فروع بالظبط كده. وهو ما يستجد ان شاء الله من فروع النادي الاهلي. تمام ان شاء الله. في ميزه موجوده في اللائحه عندنا كانت اللي هي 3 سنين ان انت ممكن تعمل ابجريدنج لعضوتك، يعني لو حضرتك عضو في النادي الاهلي في فرع الشيخ زايد من يوم اشتراكك لمده 3 سنين لك الحق ان انت تعمل العضويه. تعمل العضويه لتكمل بقى تستكمل وتعمل العضويه الكامله لكل فروع النادي الاهلي. في اللائحه في اللي هي اللائحه الاخيره اللي وضعت في النادي الاهلي كنا مرة في الشيخ زايد والأعضاء طلبوا وقدموا للكابتن محمود خطيب مقترح إن يبقى في تيسير أكتر من كده في القصة دي. فساعتها فعلا تم تلبية الرغبة وبقت 4 سنين ودي تم الموافقة عليها في اللائحة. فده أوبشن موجود جميل جدا إن حتى اللي بيشترك النهاردة في فرع من فروع النادي الأهلي يعني النهاردة اللي هيشترك في القاهرة الجديدة ب 200,000 لغاية 31 يناير قدامه إن هو يستمتع
بالميزه اللي هو عايز يكمل خلال اربع سنين الاشتراك لغايه 350,000 ويبقى مشترك في الفروع في كل افرع النادي وما يطرق عليها من فروع. بالظبط. لو اشترك من 1 فبراير هيبقى قدامه الاربع سنين بال 500,000 بقى. ان هو يعلي بس بال 500,000 يعلي حدوده تبقى كل افرع النادي بس بال 500,000. تاني يا استاذ طارق بعد اذنك. عضو النادي الاهلي اللي بيشترك في اي فرع من فروعه اللي هم الفروع اللي هم ايه؟ اللي هو فرع الشيخ زايد وفرع القاهره الجديده. لا مدينه نصر بيعامل معامله الجزيره. بيعامل معامله الجزيره. في اشتراك فرع مدينه نصر القاهره الجديده. تمام. الشيخ زايد والقاهره الجديده. لغايه نهايه شهر يناير اللي بيشترك في اي فرع من الفروع دي بيستمتع بميزه ان هو يحق له خلال اربع سنين من تاريخ اشتراكه يقدر يعمل يستكمل ويعمل عضويه كامله لكل افرع النادي الاهلي. تمام. بالسعر اللي هو 350,000 لغايه نهايه يناير الحالي. جميل. جميل. قدامه اربع سنين عشان يعمل ابجريدنج تاني. بال 350,000. تمام. ده الشيخ زايد وده القاهره الجديده نفس الحكايه. تمام. القاهره الجديده او 200,000 هيستمتع بال 350,000 لغايه نهايه. تمام. يناير اللي هو اشترك بالكلام ده خلال الاربع سنين. خلاص دي وصلت ووضحناها مرتين لحضراتكم. تمام. بعد 1/2 هيدفع ال 500,000. بعد 1/2 لو هو عايز يعمل لا بعد 1/2 هقول لحضرتك من 1/2 اللي هو اشترك في اي فرع من فروع النادي الاهلي اللي هم القاهره الجديده والشيخ زايد يحق له خلال اربع سنوات من 1/2 ان هو يعلي عضويته ويخليها في كل افرع النادي بكام بقى؟ يستكمل ال 500,000 بالقيمه الجديده. يستكمل هو استكمال 150,000 زياده. يعني هو بالظبط كده يستكمل ال 500,000 يعني اللي عايز دلوقتي يلحق. فالحمد لله يعني دي من ضمن برضه مزايا النادي الاهلي. الحمد لله في لائحه اتعمل فيها شغل غير طبيعي تليق بالنادي الاهلي، فيها شفافيه، فيها حمايه حقوق اعضائه. يعني ممكن اقول لك حاجه، حتى قريب حصلت ان كانت محمود خطيب كلفنا ان احنا شوفوا على حته الاربع سنين، بصوا على الناس اللي اشتركوا في الشيخ زايد في لان هو الفرع الحالي اللي كان موجود بس بالظبط في الشيخ زايد في اوائل افتتاحه بالظبط. بدانا على طول عمالين نبعت جوابات للناس وخطابات وتنويه وكده لان دي فيها هو المبلغ اللي هيخش للنادي في حين في وقت الاستكمال من الناس دي من يعني اخواتنا اللي هم طالبي الادويه او اللي هم اعضاء في الشيخ زايد هيبقى مش مبلغ كبير للنادي بس الشفافيه تقتضي عليك. هو ده بقى الحوكمه اللي بنقول عليها اللي هي في كل المؤسسات المحترمه. تمام. اللي هو بيتعمل في النادي الاهلي. تمام. ليه؟ هقول لحضرتك اللي اشترك في النادي الاهلي تاريخ انشاء فرع الشيخ زايد 22/3/2015. تمام. بنفس المنطق اللي كنا بنتكلم فيه اللي اشترك في النادي الاهلي في الفتره دي في 22/3/2015 باللائحه الجديده اللي اقرت من جامعه يوميه قدامه اربع سنين. اربع سنين اللي هي بتنتهي في 2019. تمام. ان هو يعلي اشتراكه من 70,000 وقتها كان اشتراك النادي فرع الشيخ زايد لكام حضرتك العضويه الكامله بقى؟ عنده اربع سنين بسعر العضويه الكامله وقتها. تمام. العضويه الكامله وقتها كانت 120,000 120,000 جنيه. يعني يدفع له الحق. يعني الكلام ده مستمر لغايه 30/6/2019. تمام. ازاي؟ اللي اشترك في 22/3 يبقى قدامه لغايه 21/3/2019 اللي هو اشترك في 2015. اللي اشترك في شهر 5 سي 1/5 قدامه الواحد اللي 30/4/2019 الاربع سنين. الشيخ زايد اللي هو يدفع كام بس؟ يدفع 50,000 جنيه على اللي هو دفعه قبل كده ويبقى عضو في كل فروع وفي مقر النادي الاهلي عضويه كامله. جميل. وعلى فكره الحمد لله يعني ودي بتديك ايحاء يعني بتوضح ازاي ان الاعضاء نفسهم بيلقوا ارتياحا وبيحسوا بالناحيه الخدميه والاجتماعيه وغيره جوه النادي الاهلي ان بتلاقي جزء كبير من اللي اشترك في فرع عمل ابجريدنج وعلى اشتراكه يعني كم التحولات اللي حصلت من الشيخ زايد للعضويه الكامله كلها للنادي الاهلي عدد كبير وما زال الاعضاء بيعملوا الكلام ده. ف يعني انت عندك الحاجتين، انت بتدي لراغب عضويه النادي الاهلي اوبشن اللي هو يشترك في فرع وفي نفس الوقت بتمكنه ان هو باسهل طرق ان هو يقدر يعلي عضويته ويبقى عضو في النادي كله
في النادي كل بكل بمقره وكل فروع. بالظبط. تتكلم في نادي اهلي زي ما حضرتك قلت، اسم كبير، براند كبير، بتقدمه خدمه وكمان بتحدثه في الخدمات وبتختاروا براندات تليق باسم النادي الاهلي وتليق باعضاء الجمعيه العموميه للنادي الاهلي، وايضا هيعود بالنفع الكامل على النادي الاهلي عموما وعلى جماهيره زي ما حضرتك قلت. لكن تعالى قبل ما نتطرق لاحاديث اخرى يا طارق، حضرتك بتقول ان في توزيع في كذا لجنه، الكابتن محمود الخطيب موزع اختصاصات، الاستاذ طارق كذا، مين كذا، يعني كل حد في لجنه عشان الموضوع يبقى فيه توزيع اختصاصات زي ما حضرتك قلت. لكن في الاول وفي الاخر ما بيبقاش اللجنه مقفوله على صاحب الاختصاص فيها، مش كده؟ يعني لو حضرتك عايز تستعين بحد من لجنه ثانيه، عايز تاخد راي حد ثاني، في الاخر او في المجمل حاجه واحده بالظبط. بص يا فندم، برضو عشان يبقى واضح للمشاهدين ومحب النادي الاهلي، اللي هي الطريقه اللي ماشي بيها مجلس اداره النادي. تمام. يعني انا برضو ادعي ان انا ما لقيتش غربه وانا شغال في النادي الاهلي، اللي انا بقى لي حوالي 33 سنه في مؤسسه محترفه الحمد لله بيشهد لها يعني. تمام. فهو نفس السيستم اداري اللي موجود في المؤسسات المحترفه جوه النادي الاهلي. تمام. اللي هو العمل الجماعي. احنا كمجلس اداره ما فيش يعني ما فيش حاجه اسمها في ملف مسؤول عنه طارق مثلا. لكن هذا الملف طارق ممكن يستعين بغير من بالزبط. من زملائه ويساعدوا فيه. بالزبط. والحمد لله الروح اللي موجوده عندنا في النادي الاهلي يعني غير طبيعيه، موجوده في مجلس اداره، كم تعاون غير طبيعي. خبرات بتتنقل من مجموعه ليهم خبرات جوه المجلس في النادي، بتتنقل لزملائهم جوه المجلس. في نفس الوقت يعني السنه اللي فاتت كان في كل على فكره اعضاء مجلس الاداره الحمد لله كل واحد في ملف ليه بيعمل باقصى ما يكون. اكيد. وفي نفس الوقت الروح اللي موجوده جميله جدا في حته ان كله عايز يشتغل للنادي الاهلي. السنه اللي فاتت استاذ محمد الجاري وحسن محمد ضماطي الاثنين نظموا البطولات بتاعه حضرتك البطولات الافريقيه الخاصه بالالعاب الجماعيه اليد والطايره وعلى اعلى ما يكون. الدكتور مهند مجدي واستاذ محمد سراج مكلفين بالبطولات الطايره السنه دي الافريقيه، والاستاذ جوهر كره السله على اعلى ما يكون. ملهاش علاقه بقى في التعاون ما بيننا، مجرد ما كلفوا مثلا الدكتور مهند والاستاذ والدكتور محمد سراج مثلا يكلموا طارق تكليف معين، وده بيحصل على طول، بقى أكلف وبشتغل. لان النادي الاهلي كده يعني، او ميزه العمل الجماعي مش حتى بس ان هو كاسيس النادي، هو ده العمل الجماعي، ان انت بتكلف بملف زي حاجه في الانشطه الخدميه، زي الانشطه الاجتماعيه، زي الانشطه الرياضيه. عندك ملف الكوره طبعا، المجلس من اول لحظه وهو مفوض كابتن محمود الخطيب من ملف الكوره اكيد يعني اكيد. فالحمد لله قادر على ادارته بكل الشفافيه، وعادي جدا خلال السنه الماضيه احنا كجمهور النادي الاهلي كلنا على فكره ان بيحصل، بنبقى مدركين ان اوقات بيحصل ان الفرقه اعاده تجديد واحلال وبقى كلنا ثقه في الملف دوت. في نفس الوقت اما بيحصل اي حاجات فيها متعلقه بنتائج او غيره، ده لا ينفي ولا يلغي المسؤوليات التضامنيه لمجلس الاداره كله. اكيد. لان احنا برضو في الحاجات اللي هو يعني في ملفات معينه هقول لحضرتك حاجه. جميل قوي، جميل قوي. الرعايه وقت الرعايه والبث والعود. بس انا عايز اقف عند النقطه حضرتك اتكلمت فيها، اللي هي التفويض لا يعني ان اخلاء المسؤوليه على المفوض نفسه. التفويض لا 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 ان انا متضمن تضامنا كامل معاه ده حقيقي، مهما يكون مين. طبعا يعني الاستاذ طارق قنديل، الدكتور رانا علواني، استاذ جرحي، استاذ ضماطي، مهما كان بيتبقى في النهايه مسؤوليه تضامنيه للمجلس كله. انا مسؤول عن اي تصرف من زملائي يعني. فكلنا في اي حاجه من المتعلقه بالاعمال جوه النادي الاهلي وما يكلف به هي مسؤوليتنا كلنا. جميل قوي. ده ما بيلغيش ده، لان الدليل على كده ان في حاجات بيبقى مجهود معروف متميز لحد يعني. ادام تناولنا الكوره يعني بتذكر حته كابتن محمود خطيب في ملف الرعايه والبث، وكلنا عارفين ان هو مجهود ذاتي ويعني اشتغل بخبراته فيه وكلامنا. في النهايه احنا بنتصدر كلنا المشهد كمجلس اداره. اكيد. يعني هو نفس الكابتن بيروح قايل مجلس الاداره. فبالتبعيه التفويض لا يلغي المسؤوليه التضامنيه لينا كلنا. وفي جمله دايما برضو للكابتن اللي هو حته الجمهور نفسه اما بيكون النتائج فيها مشكله، يعني ده بيقول له الحق ان هو يغضب، لان هو الجمهور هو اللي بيشيل النادي وبيشيلنا كلنا على الاعناق اما بتتحقق. جميل جميل. فالحمد لله يعني كلنا مدركين قيمه ومعنى ومضمون
اسم النادي الاهلي. جميل قوي. والعمل الجماعي اللي احنا مكلفين بيه ان شاء الله دايما هيدي نتائج كويسه. مش هيبقى فيها لان في النهايه كله بيتسابق في خدمه النادي الاهلي وبعمليه منظمه. يعني بيتم الاستعانه بكل زي ما بقول لحضرتك الروح الموجوده بيننا وبين بعض كزملاء في المجلس. سواء المجموعه القديمه والمجموعه الجديده الشباب الصغير كله الحمد لله على اعلى ما يكون في اسلوب التعاون والتعامل وفي نفس الوقت هو سيستم النادي الاهلي. نحن دورنا جوه مجلس الاداره بنخرج من مجلس كل واحد شغال في الملف بتاعه ما يتعلق ناحيه خدميه ناحيه اجتماعيه ناحيه رياضيه جوه النادي ولكن في كيانه وكينونته لا عضو عامل في النادي الاهلي ملوش امتيازات اللي هي بتخليه ليه اي وضع مختلف هو يعني عن غيره يعني هو جميل. ده النادي الاهلي جميل. استاذ محمد مرجان مدير تنفيذي النادي الاهلي او كابتن محمد مرجان كنت اتكلمت معاه كان في مداخله كل فتره صعبه وضغوطات من كل الناس كان في ضغوطات كبيره جدا لو اسمه يفضل النادي الاهلي شكل مجلس الاداره كله استاذ في الازمات اللي حصلت اللي ما حصلتش في تاريخ النادي الاهلي كان شكله ايه؟ لا هو بس مش ما حصلتش في تاريخ النادي الاهلي هو الطبيعي ان انت وانت موجود بتدير مكان في حجم النادي الاهلي عادي جدا بيبقى فيه عندك اهداف طموحات تحديات جميل. ازمات هو ده عامل كبير يعني حضرتك لو في كيان صغير لا يبقى عنده لا اهداف ولا تحديات ولا طموحات ولا ازمات الكائنات الصغيره مش كده. ازمات انما لا وازمات برضو ممكن انا قصدي الضغوطات الخارجيه لا اللي حضرتك الازمات دي على فكره كلمه ازمات دي متعارف عليها برضو في المؤسسات الكبيره ان انت في بعض الاحيان بتدير ازمه يعني مش معناها ازمه بالمعنى اللي هو الدارج لا يعني ازمه ممكن يكون في وقت من الاوقات وانت بتدير ملف معين ممكن يكون الامكانيات الطموحات اكبر من الامكانيات الموجود ممكن يكون حاجه كتير يعني الحمد لله انا بتكلم على الازمه بمفهومها العام ولا المفهوم لا الازمه لا انا بتكلم على الضغوطات اللي كانت اللي تحملها النادي الاهلي في الفترة الكبيرة ضغوطات كبيرة جدا جدا من مختلف المناحي. هقول لحضرتك برضو ما بتكلمش على الأزمات اللي هي الأزمات العادية اللي بتحصل ده طبيعي في المؤسسات جدا. الكبيرة الكلام ده طبيعي والتميز بتاعك هو في إدارة الأزمة. جميل. في المؤسسات الكبيرة ده طبيعي جدا مش أي حاجة بقول لحضرتك لو كان صغير لا عنده لا أهداف ولا طموحات ولا أزمات ولا أي مشاكل بيبقى ماشي ولا في أي مشكلة إنما الكيان الكبير هو كده لازم ادارته كده وان الانطلاقه والا ما كانتش الانطلاقه الكبيره دايما بتحصل لان في تاريخك وحضرك وبكره ان شاء الله كم انطلاقات كبيره بتحصل من ايه؟ من ان دايما بيبقى فيه الكلام ده لو في عدم في او ما يعني عايز اقول لحضرتك اوضح اكتر لو في عدم ادراك ليها او الحاجات مش مخطط ليها لا دي بقى قصه ثانيه انما انت وانت شغال لا عندك في ريسك في مخاطر في حاجات كتيره قوي ممكن تتعرض ليها وهو ده النادي الاهلي. في نفس الوقت الحمد لله مجلس اداره كله بقياده كابتن محمود خطيب كابتن محمود خطيب تعرض وهو قبل كده في مجلس الاداره مع اولا ما بنقول ملف الكوره هو كان شريك في كل الانتصارات اللي حصلت قبل كده مع كابتن حسن حمزه وكان بيدير ملف الكوره بالظبط يعني بالزبط. في نفس الوقت حصل قبل كده مش بنقول ان احنا كمشجع وكلنا وكابتن محمود كلنا لهفين ان الفرقه تبقى اعلى ما يكون النهارده قبل بكره اكيد مش معناه ان احنا بنقول ان ما حصل في تاريخ النادي الاهلي في فترات كتيره ان بيحصل دروبات عادي جدا بس يتم التعامل معها ازاي وده الحمد لله اعتقد الفتره الاخيره بكل يعني بكل الادوات المتاحه قاد كابتن محمود بصلته مسؤول عن ملف الكوره الكلام ده يعني اللي هو يلبي ان شاء الله طموحات وجماهير النادي الاهلي. الجديد على القصه ان بقى في منافذ الاعلام والسوشيال ميديا متعدده. وفي نفس الوقت الحمد لله عندك الناس اللي موجوده في المجلس عندهم من الوعي الكامل جميل. اللي هي من التعامل مع الكلام ده. حضرتك لو بصيت على الناس اللي موجوده الحمد لله كل واحد فيهم له مكانه في عمله وله وعندك رجال اعمال ناجحين في عملهم ففي الادراك الحمد لله بالازمات وبالتعامل مع المشاكل وغالب علينا كلنا اهلاويتنا فيعني فالقصه الحمد لله ما بتمثلش بالنسبه لينا ازمه. فالنادي الاهلي الحمد لله بمنطق الازمه اللي هو بقى الدارج لا عمره ولا كان في ازمه ولا هيكون في ازمه جميل قوي هو بيبقى نوع من
النادي الاهلي حاجه جميله قوي في مصر. دايما بنقول هو حاجة جميلة يعني في كل مكان، قوة ناعمة موجودة في الوطن العربي كله. فأي هو كان الكبير الجميل هو كده. أي دروب، أي سوء نتائج في أي لحظة، عدم توفيق، الكلام ده كل العالم لهوف، العالم العربي كله لهوف، النادي الأهلي مركز معاه، لازم يقوم، وإحنا مدركين لكده يعني لقيمة وقامة ومكانة النادي الأهلي. فالحمد لله الكلام ده ما بيمثلش لاعب ولا بينتج عنه اي مشاكل تخلي ان في نوع من عدم الادراك في التعامل مع الكلام ده. جميل قوي. بس يعني عايز اتكلم برضو في نقطه تحديدا يا استاذ، حضرتك بتتكلم على ازمه اللي بيحصل في النادي الاهلي، ان هو الفرقه يعني بتريح شويه، مش بتريح يعني بتنام، لا، الفرقه بتهبط شويه مستواها، بيعلى شويه مستواها، ده وارد وده حصل كتير جدا على مدار تاريخ النادي الاهلي. لكن انت بتبقى بتجيلك مشاكل، بتتصدر لك مشاكل، بتصدر لك مشكله، بتصدر لك انتقادات كبيره جدا اساسا، وانت مفيش حاجه زي ما حضرتك بتقول، مفيش عندنا ازمه اساسا يا جماعه، احنا ما عندناش ازمه، لكن مختلقين الازمات، مفتعلين المشاكل، اللي عايزين ينالوا من النادي الاهلي. هو دي الدايره اللي بتكلم فيها، المجلس اتحملها كويس قوي، كان في تكاتف كبير جدا مع حضراتكم، مع الكابتن محمود الخطيب، ده اللي بتكلم فيه تحديدا، مش بتكلم على الازمات العاديه اللي هي بتحصل على مدار حاجه. انا مدرك طبعا طبيعه السؤال، وفي نفس الوقت باكد لحضرتك ان احنا الحمد لله في نوع من التوازن النفسي عند المجلس كله، اللي هو بيتم التعامل مع الامور دي ازاي. لان في النهايه انت زي ما بقول لحضرتك، في اهداف، في طموحات، في حاجات كتيره قوي، انت لو تفرغت لتناول حاجات تانية بعيدة عن شغلك يبقى انت ما بتشوف شغل. جميل. في نفس الوقت التفاصيل اللي هي انت عندك، لو كلمنا عن النشاط الرياضي، اجهزة فنية، انت مسؤوليتك اختيارها على اعلى ما يكون، وحاجات كتيرة قوي، وتوفر كل الامكانيات المتاحة، وفي نفس الوقت بتحاسب في نهايتها، او لو حصل مرة واحدة أدرك المسؤول عن الملف إن في لازم تغيير يحصل، بيرجع لمجلس إدارة ويحصل. فالقصة الحمد لله أدام أنت في إطار إنك شغال شغلك بأسلوب علمي وبعيداً عن أي انفعالات وبطريقة إدارة صح، ما بتخشش في الكلام ده. وإلا هقول لحضرتك حاجة حلوة قوي، إحنا قريب الحمد لله الميزانية والجمعية يومية، يعني كان في ثقة في المجلس، ولأن كان أمنيتنا إنها تكتمل اللي هي مناقشة الميزانية. حضرتك لما ترجع بالتاريخ هتلاقي مثلا إن إحنا تولينا مجلس إدارة النادي الأهلي، كان في ما تولناش النادي كان عامل ميزانية وعرضت على جمعية يومية زي مؤخرا، لكن آخر ميزانية كانت في 30/6، تمام، والقانون أو اللائحة اللي كانت الاسترشادية اللي كانت موجودة ما فرضتش على زملائنا في المجلس السابق إن هم يعملوا جمعية يومية تناقش الميزانية، تمام. طب لك أن ترى إن إحنا بقى إيه الفترة اللي فاتت، أم الأستاذ خالد الدرندلي أمين الصندوق بجهد غير طبيعي مع إدارات النادي، فعمل مع المحاسب القانوني مع غيره، فعمل الميزانيات المتعلقة بفترات كتيرة اللي هي فترات متعددة، محدش طلع قال أصلا إحنا، لأن ده هو ده استمرارا، ولا حد بيطلع يتكلم. أما جه التقرير قبل كده سواء في شوية ملحوظات على حاجات متعلقة بمجلس النادي حالي سابق مش عارف، الكلام ده ما بنشوف، بنرد على النادي الأهلي، حصل على طول رئيس النادي شكل لجنة على طول للقيام بالرد، ولو حضرتك لو شفت كله ده بترد على النادي الاهلي سواء سابق. احنا كاسلوب شغل اللي هي برضو حضرتك يتماشى مع العمل الجماعي والمؤسسات المحترمه اللي هي بتعمل مع كيان اسمه النادي الاهلي. جميل. مش بقى اشخاص. جميل قوي، جميل قوي. وانا جاي في الطريق النهارده هقول لك حاجه كده جميل، نطلع شويه التراب اللي في الجو، فالناس بقى متضايقه تراب وبتاع، والله العظيم يا استاذ انا جه في دماغي اللي بيحصل، السيناريو اللي بيحصل دايما حوالين النادي الاهلي، بقى السنه كلها جميله ويجوا من ثلاثه تراب، يقول لك بصوا التراب، وسايبين كل السنه جميله. بتبقى شايف المنتقدين للنادي الاهلي اللي انت بينك وبينهم مساحات كبيره جدا، معنى الفرق برضه ومناخ وفصول كبيره جدا زي الثلاث ايام التراب وباقي السنه كلها جميله وحلوه، ويمسك لك في الثلاث ايام التراب دول. برضه حاجه هتفرق بين منتقدين، سواء الانتقاد ده طبيعي وعادي جدا وبنفتح باب المناقشه مع كل أوي. الناس جميل قوي، ان عضو جمعيه يوميه جمهور النادي الاهلي زي ما وضح حضرتك من شويه، قلت
رئيس النادي بحكم ان هو اكثر من تعامل مع الجمهور لانه نجم جماهيري على في تاريخ مصر. بالزبط. يعني دايما كان كلمته لينا ان انت ما جمهور النادي الاهلي يغضب له الحق في الغضب، لان هو ده الجمهور اللي بيشيلنا لما بيكون في انتصار. دول ما فيش عليهم اي لوم فاطلاقا خالص. ما فيش دايما خالص. مرحبين انتقادات عدو جماهير وما لصالح النادي دايما خالص. بالعكس بقول حياتي الجماهير وما اللي فاتت بالزبط. كنا نتمنى ان تكتمل خلاص. فبكل وسائل الاتصال مرحبين بكل حاجة. النوع اللي هو ده انتقاد بقى عشان مش ينال منك ينال من النادي الأهلي، هو ده قيمة النادي الأهلي ما تشغلش بالك بيه. يعني يعني انت يعني حياة جميل. يعني الناجح أو اللي بيقود مؤسسة ناجحة قدرها كده ده الطبيعي. زي ما بقول حاجة، هو الكيان الصغير ما حدش هيجي ناحيته، الكيان الكبير كل الناس هتهتم بيه، وبعض الاحيان كارهيه اكتر من محبيه بيبقى عندهم الفوكس والاهتمام الجامد جدا لان ده هو ده الكيان الكبير. فاحنا مدركين برضو احنا نمثل ايه، نمثل قامه النادي الاهلي. يعني كلنا يعني انا حضرتك اول ما دخلت مجلس اداره النادي الاهلي انك تخش قاعه مجلس اداره النادي الاهلي تشعر بالمهابه بالمهابه والفخر. ده النادي الاهلي. فلو احنا مش مدركين قمه النادي الاهلي يتم التعامل ببساطه مع الحاجات، انما لا، ده كيان كبير قامته كبيره جدا، وبالتالي طبيعي جدا انه يكون مثار حديث ومسار ناس ان هي عايزه تنال منه، فده طبيعي. كده يطلع فصل حضرتك تشرب حاجه سخنه كده ونرجع نكمل الحديث الممتع مع النجم استاذ طارق قنديل عضو مجلس اداره النادي الاهلي. نرجع مع حضرته بعد الفصل. اهلا بحضراتكم من جديد، لسه مستمرين معاكم في الاهلي الليله، ومنورني ومشرفني الاستاذ طارق قنديل عضو مجلس اداره النادي الاهلي الموقر. لو تفتكروا حضراتكم في حديث ليا معاكم قبل كده قلت لكم ان النادي الاهلي مش هيستخسر ولا صفقه او هيجيب لكم كل الصفقات اللي حضراتكم طلبتوها بالاسم. الكلام ده قلناه من زمان جدا، لكن ساعتها ما كانش ينفع نعلن عن اسماء وما كانش ينفع نعلن عن توقعات او توقيع لاعبين للنادي الاهلي او الانضمام للنادي الاهلي، ما كانش ينفع لان ما كانش لسه جت فتره الانتقالات. لكن قلت لكم كنت متاكد من الكلام لاني كنت عارف ايه اللي حصل يعني. فاعتقد ان احنا بعد حمدي فتحي اعتقد ان احنا جبنا كل الصفقات اللي حضرتك طلبتها بالاسم. عشان كده سؤالي للاستاذ طارق، لما يكون مجلس اداره مشكل يدير نادي الاهلي وهو عاشق للنادي الاهلي او محبين كلهم نادي الاهلي، هل ساعات القلب بيغلب شويه عن العقل في الاداره؟ لا، هو القلب طبعا موجود في تشجيع النادي، وفي زي ما بقول لحضرتك احنا قبل ما نبقى اعضاء مجلس اداره جمهور. لكن في مسؤوليه النادي الاهلي زي اي مسؤوليه عمل اداري مهم ومحترم. يعني كل الصفقات اللي طلبوها الجميله يا استاذ طارق حضراتكم جبتوهم، كل الصفقات بالاسم جابها النادي الاهلي بالاسم. بص يا فندم، اداره زي ما قلت لحضرتك بالنسبه لملف كره القدم الحمد لله بيدار على اعلى مستوى، وفي نفس الوقت دي فترة تجديد وإحلال بتحصل كل يعني ده قدرنا إن حصلت السنة دي لمجموعة مع أسعار كتيرة جدا في السوق والقصص مختلفة يعني. ومع ذلك الحمد لله تم إدارة الملف بحرفية كاملة جدا ولا يتبقى غير توفيق ربنا سبحانه وتعالى جدا. يعني وده برضو الطبيعي اللي هو الحمد لله النادي الأهلي. وزي ما أقول لحضرتك اللي هو كيفية التعامل مع إدارة النادي نفسها. جميل. اللي هو عندك زي ما حضرتك في أي مؤسسة بتعمل بلان معين أو بتخطط لحاجات معينة، لو حصل كرايسيس أو حصل حاجات أزمة معينة في وسط الكلام ده ممكن بتغير تخطيطك. ده في أي مؤسسة محترم. والحمد لله برضو بيحصل في النادي الأهلي إن بتبقى ماشي في سكة معينة في ملف معين، طرق جديد في حاجات معينة، معطيات جديدة. التميز في إيه بقى؟ إن يتم على طول تقوم بالتعامل، بتغير طريقه التنفيذ نفسها للمعطيات اللي حصلت دي. جميل. فالحمد لله يعني في حته النتائج والقرى بيتبقى توفيق ربنا سبحانه وتعالى اكيد. كل اللي يعني كل ما يمكن عمله
اتعب اتنفس فعلا اتنفس فعلا. الحته الثانيه على مدار تاريخ النادي في اجهزه وحاجات عايزه تتغير. احنا من يوم ما جينا وفي تخطيط معين لاجهزه كثيره جدا ومعدات وحاجات معلقه بمعدات طبيه دي على مدار سنين يعني كانت بتحتاج تحديث والكلام ده وبيجري تحديث كل الكلام ده والكابتن شكل اللجنه وبيديرها على حته سواء كده او سواء الملعب او خلافه كل الكلام ده. بس انت ما بتكون شغال في ملفات معينه بتبقى ليها في ترتيب التنفيذ نفسه اولويات. هو اولويات هي كلها اولويات بس حاجات بتطرأ نفسها بتخليك بتستعجل او بتغير التايم نفسه بتاع تنفيذ المشروع. دلوقتي الجماهير بقت واعيه جدا يعني عارفين مثلا حمدي فتحي مركزين معاه في ام بي مش عارف مثلا حسين الشحات عارفين كل لعيب وعارفين الصفقه وعارفين مين كمان لاعبين النادي الاهلي وعارفين مين اللي هيبقى ولاءه للنادي الاهلي مش للفلوس. وده موضوع مهم جدا يا استاذ. النادي الاهلي كمان اختار لعيبه غير ان هي لعيبه كويسه قوي عارفين ان ولائهم وحبهم للنادي الاهلي. يعني برضو ما احبش اتطرق للتفاصيل اللي هي متعلقه بفنيات اختيارات واداره صفقات وخلاف والكلام ده بس. انما في النهايه انا كواحد جمهور النادي الاهلي طبعا في عز الحالات اللي فيها سعار مغالاه ماديه في حاجات او خلافه او كده وان يتبقى هو اسم النادي الاهلي وده الحمد لله اللي موجود وكان موجود وهيبقى موجود على طول ان في وسط الكلام ده في براند ليه سعر ليه تكلفه يعني اما اجي اشتغل فيه او العب فيه بيبقى فيه في فارق معين انا ممكن اتنازل عنه فارق كبير جدا مقابل ان انا اكون جزء من هذا الكلام جزء من هذا الكلام. حلو السعار المادي ده طبعا حلو قوي التعبير ده. وطب يعني زي ما حضرتك بتقول هو يعني ده موجود وفي نفس الوقت في ظل اللي موجود دوت يتبقى اسم النادي الاهلي اللي ربنا يديمه يا رب على مدار العصور يعني. يا رب يا رب. تعال نتكلم عن النادي الاهلي. حضرتك مكلف بهذا الصندوق او اداره هذا الصندوق. الحمد لله في عندنا صندوق العاملين للنادي الاهلي. هو على مدار قبل كده هو كان بيبقى ليه عباره عن مذكرات او كده. هو كان كابتن محمود الخطيب والمجلس كلفوني يمكن من تاني جلسه تقريبا ان باداره الملف ده صندوق العاملين وان يكون ليه لائحه تليق بالعاملين في النادي الاهلي. على مدار السالفه تم وضع لائحه تليق بالعاملين بالنادي الاهلي فيها كل الامتيازات يعني حاجات كتيره قوي تضاعفت وعليت مكافآت بقى متعلقه مزايا كتيره قوي للعاملين الحمد لله. سواء في لو في حالات الزواج حالات الزواج ابنائهم جميل. حالات مرض حالات لو مرض ما بيغطاش من خلال تامين النادي حالات طارئه جميل. حالات لا قدر الله الوفاه يعني حاجات كتيره قوي حاجات اجتماعيه زي او دينيه زي الحج او العمره كم مزايا كتير قوي اتعملت للعاملين جوه النادي الاهلي في اللائحه دي. اللائحه دي اتعملت الحمد لله وتم اقرارها كمان في اللي هو في المجلس اللي انعقد بعده الجمعيه العموميه يعني الجمعيه العموميه كان لازم يعني هتدخل جمعيه عموميه واقرت في الجمعيه العموميه التي لم تنعقد ورجعت المجلس تاني. فمن ضمن مزايا في حاجه يعني ما اعتقدش ان هي موجوده دي اللي هو بيتم التعامل النادي الاهلي كانه شركه دوليه كده محترفه بالنسبه انه بيبص للعاملين ان هم راس مال حقيقي جوه النادي حقيقه. ففي اللائحه دي ان يحق ان النادي الاهلي المجلس الاداره ان هو يجب تخصيص مبلغ من فائض الميزانيه لصالح صندوق العاملين في النادي الاهلي جميل. وده حصل الحمد لله اتنفذت المره دي مكتوبه في اللائحه وفي الجمعيه الاخيره تم تخصيص مبلغ 1,000,000 جنيه مثلا للعاملين. فالحمد لله كم مزايا حاجات كتيره قوي متعلقه لان العاملين في النهايه هم جزء اصيل ورئيسي في النادي الاهلي. جميل جميل قوي جميل قوي. طموح جماهير ملوش حد. جميل النادي الاهلي يعني طموحاتها ملهاش سقف ملهاش حدود. النادي الاهلي عودهم ان اي بطوله بيدخلوا فيها هياخدوا الكاس بتاعها هم الاول في اي مكان. ده طموح مشروع لكن هم خلاص دلوقتي احنا حقنا اي بطوله حقنا اي انجاز حقنا اي دوري ان احنا بقى في الاول اي بطوله احنا في الاول واخدناها وخلاص وفي جبنا. بتواجهوا طموح الجماهير ازاي؟ زي ما بقول لحضرتك هو بالعمل الجاد اللي بيليق بالنادي الاهلي ويليق وكلنا مدركين لطموحات
جماهير النادي الاهلي، لان كلنا قبل ما نكون اعضاء مجلس اداره احنا اهلاويه. ودي دي اللي سالت حضرتك عليها. ولحاجه برضه هرجع لك نقطه ثانيه اللي هي كلمه الكابتن رئيس النادي، ان في احيانا ان الجمهور لما يغضب ده طبيعي، ولان هو جمهور النادي الاهلي، لان هو الجمهور ده اللي صنع كل الاسامي المرتبطه باسم النادي الاهلي، وهو اللي وقت الانتصارات بيشيل الجميع فوق العنق. فطبعا طموح مشروع، وده قدر النادي الاهلي، وان شاء الله يظل دائما في الصداره يعني. يا رب يا رب. كابتن محمود الخطيب لما بيجي يتكلم مع حضراتكم على الجمهور تحديدا واستار، يعني نقول حاجات في الكواليس بس حاجات للجمهور، يعني الكابتن محمود الخطيب عنده الجمهور واعضاء الجمعيه العموميه ان هم ده جمهور النادي الاهلي ودول اعضاء جمعيه العموميه النادي الاهلي، دي حاجه. الحاجه الثانيه ان دول اللي عملوا بعد ربنا اسم بيبو، الجماهير واعضاء الجمعيه العموميه هم اللي قالوا بيبو، هم اللي كانوا بيهتفوا المدرجات بعد ربنا سبحانه وتعالى، هم اللي عملوا اسم بيبو. لما بيجي يتكلم معاكم على الجمهور تحديدا، لا هو كابتن محمود طبعا ما بيدخلش حته الشخصيه ان هو عمل اسم كابتن بيبو، لكن من هو قلبه. هو يعني للامانه هو زي ما قلت برضو حاجه لسه دلوقتي، يعني هو اللي هو بحكم ان هو النجم الجماهيري فهو القدر المدرك جامد جدا الجمهور نفسه، ده اللي بتكلم فيه، فاللي هو بيتعامل معانا بالطريقه دي زي ما بقول حاجة بالظبط كده، اللي هو اذا غضب جمهور النادي الاهلي ده طبيعي، فده غضب مشروع جمهور النادي الاهلي، يعني من حقه ان ينتقده، من حقه يغضب زي ما بقول حاجة، لانه هو اللي بيشيل الجميع فوق الاعناق في انتصاراته. فدي حاجه مسلم بيها الحمد لله ان جمهور النادي الاهلي هو راس مال حقيقي، هو العنوان الجميل جدا في المنظومه دي، اللي انت بتتكلم على مش جمهور في مصر لوحده، لا جمهور في كل انحاء الوطن العربي. اكيد. وسيظل الداعم الحمد لله للنادي. حطلك بس حاجه، كنا بنتكلم على حته العضويات من خلال النادي وكده، ان احنا مؤخرا كمان ان شاء الله هيقعد سوبريم كفاوي كان بيتكلم معايا في حته ان احنا هنبدا من الاسبوع الجاي نتلقى عروض، خطبنا البنوك هنتلقى عروض من البنوك بحيث يبقى متاح برضه لعضو النادي الاهلي اللي طلب اشتراك ان هو يشترك من خلال بنك او من خلال النادي. جميل. حته البنك بس هيبقى طبعا سعر الفايده هيبقى مختلف عن النادي، بس هيبقى في للي ما عندوش سيوله المقدم المقدم نفسه بتاع العضويه هتبقى ايسر، لان حاليا المقدم بيدفع كاش. تمام. لو هو بيتعامل مع بنك، البنك سعر الفائده هتبقى اعلى من الموجوده في النادي، لكن هيبقى عنده امكانيه ان هو هيبقى المبلغ كله بالظبط، يعني فدي برضو شغالين فيها مع العضويه اللي موجوده، مع العلم ان اللي موجود برضو في مزايا غير طبيعيه، زي ما بقول حاجه كده، سعر الفائده الموجود في القسط اقل بكتير من الاسعار البنوك. تعالى اسال حضرتك سؤال شخصي، لو قلت حضرتك طموحاتك في النادي الاهلي ايه؟ عايز تشوف النادي الاهلي ازاي؟ زي ما بقول حضرتك الحمد لله بيغلب علينا طابع من يوم ما دخلنا المجلس كلنا العمل الجماعي. فلو سالت على كل واحد طموحاته في المجلس هتلاقي طموح جماعي. قول الطموح الجماعي. الطموح الجماعي ان النادي الاهلي زي ما احنا قلنا وعود وايام الانتخابات وخلافه ولينا برنامج معين، ان شاء الله كل ما تم الوعد به ينفذ، وان النادي الاهلي في كل البطولات اللي بيشارك بيها بكل فرقه سواء فرق كره القدم او جميع فرقه الرياضيه في كل الالعاب يبقى رقم واحد دائما. يعني ونفسنا تاني ان شاء الله نلاقي الاهلي اكثر حظا للبطولات على يا رب. هو ساعات يعني النسر يعني بيتعب من الطيران بنقول للناس فبيريح شويه طبيعي ان شاء الله، والطبيعي ان شاء الله انه هيرجع تاني في اكثر حظا للبطولات القاريه ان شاء الله. زي ما بقول لحضرتك كده ساعات النسر بيريح شويه، لكن ده ما يخليش حد يعني فرق بينك وبينه جاب كبير جدا ان هو ممكن يتكلم عن النادي الاهلي بعراقته ببطولاته بانجازاته. احنا كلامنا كله عن النادي الاهلي الحمد لله، ما فيش لا انا ولا زمايلي حد فينا بيتكلم على حد تاني، كل كلامنا منصب على ما كلفنا به، اللي جميل. مكلفين به هو النادي الاهلي، مش مكلفين بحد تاني. جميل قوي. ودورنا كمان الحفاظ على حقوق النادي الاهلي، وده مهم جدا، يعني اللي بيمس حقوق النادي الاهلي لا بنحافظ على حقوق النادي الاهلي. تيجي ناخد الزميل العزيز كريم احمد من الجزائر للاطمئنان على بعثه النادي الاهلي برئاسه الاستاذ خالد الدرندلي. كريم احمد اهلا بيك. We'll be right back.
بجد تحيه ليك يا كابتن ميدو، اهلا بيك واهلا بكل مشاهدي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان، وبرحب كمان بعضو مجلس اداره النادي الاهلي الاستاذ طارق قنديل المتواجد معاك في الاستوديو، برحب بيه. وتحيات بقى طبعا الاستاذ خالد النردلي عضو مجلس الاداره وامين الصندوق رئيس البعثه هنا في الجزائر، برحب بيك وتحيات الكابتن ميدو. استاذ طارق قنديل طبعا متواجد في الاستوديو، حابب تقول لي في البدايه خالد بيه؟ طبعا بحيي كابتن ميدو زميلي وصديقي العزيز الاستاذ طارق قنديل، وكان نفسي يبقى معايا، احنا يعني بنتفائل ببعض ان شاء الله نعمل نتيجه كويسه كده زي ما بيكون معانا طارق. الرحله بشكل عام يا خالد بيه، يمكن طبعا ترتيبات كانت بتتجهز من القاهره، لان يمكن رحلتين، رحله داخليه ورحله طيران عاديه، حطينا في الاجواء وبتشوف الرحله ازاي والملعب، يعني الناس عايزه تطمن يا خالد بيه من خلالها. لا هي طبعا الرحله كانت شاقه شويه، ان انت بتنزل على، عارف لو كنت نزلت وبيت يوم، انما تنزلت قعدت في كام ساعه كده وغيرت الاوتيل تاني وخدت طياره ساعه ونص ورجيت مشوار بالليل متاخر، هي كانت شاقه شويه. بس احنا حتى الاساس ان احنا لما الكابتن سمير بيجي مع الكابتن سيد قبلها بيوم بيحضروا لنا كل حاجه، بيسهلوا لنا صعوبات كتيره جدا. احنا نزلنا المطار كان كل واحد معاه الكارت بتاع الاوضه بتاعته، الخمس ست ساعات دول مش هنقضيهم، ريحونا يعني كل حاجه، وده النادي الاهلي ده اللي اتعودنا عليه، يعني احسن تنظيم الحقيقه. جينا هنا برضو بالليل متاخر، لقينا كل حاجه متجهزه، كابتن سمير كان موجود هنا من قبليها مجهز لنا كل حاجه، ونظام الاكل ونظام الاوض ومواعيد التدريب كل حاجه الحمد لله كانت كويسه. بالنسبه للملعب بقى، احنا الملعب ترتان، فكان هم يعني تغفلوا شويه، مش احنا هنا على اساس ان احنا اللائحه بتقول ان احنا الملعب ترتان بيبقى لنا تدريبين في الملعب الرئيسي، فطبعا الكابتن سيد مصحصح وتمسك، طبعا تمسك بكده وخدنا التمرينين في الميعادين اللي احنا عايزينهم، النهارده هو بكره في نفس الميعاد الماتش بقى الساعه 8 ان شاء الله. الاجواء انا شايف يعني الدنيا ماشيه كويس الحمد لله، الناس مستقبلينا كويس جدا. طبعا مش هننسى دور المقاولين العرب والسفاره المصريه واللي عملوه معانا، يعني بجد الحقيقه بنشكرهم كل الشكر والتقدير. وانا عرفت النهارده ان كابتن الخطيب كلم السيد مهندس رئيس مجلس اداره المقاولين العرب وشكروا على المجهود الكبير اللي هم عملوه معانا، وانا الحقيقه امبارح اتصل بيا السيد السفير المصري في الجزائر ايمن بيه مشرفه، وشكرته جدا على المجهود الكبير برضه من السفاره واستقبالهم لينا بكل طاقم السفاره. يعني الحقيقه ده هي دي مصر، وهو ده النادي الاهلي، دي مكانه النادي الاهلي، وهنا في مصريين كتير كمان على فكره جايين لحد هنا برضه من المقاولين العرب وغير، يعني جايين يساعدونا ويقفوا معانا، واي كل الناس عرض خدماتها، فحاجه تفرح الحقيقه. وبنقول يا رب بقى بعد كل المجهود ده نرجع منصورين ان شاء الله. نقطه كمان وهي مهمه جدا بتخص طبعا على ذكر كابتن محمود الخطيب ومجلس الاداره والتدعيم الكبير خلال الايام الماضيه من الصفقات، بالفعل يمكن تم التجهيز وبيتم التجهيز حتى هذه اللحظه، بيتعاد القوام من اول وجديد، ده ليه مردود كبير جدا عند الجمهور وكان واضح بشكل كبير. بتشوف الخطوات والقرارات الرائعه من مجلس الاداره ازاي يا خالد بيه؟ شوف احنا مجلس الاداره ما تاخرش خالص، يعني كل الصفقات اللي كانت ممكن متاحه واللي طلبت واللي كانت محتاجها الفريق، احنا بنبني فريق جديد، مرينا بالكلام ده كذا مره، 2004 و2007 عملنا نفس القصه وجابت نتيجه كويسه جدا. النهارده بتبص تلاقي سواء اللعيبه الجداد اللي مدعم بيهم الفريق او الجهاز الفني الجديد، كل ده يعني مديك ان انت جاي النهارده نفسك تتفرج، عايز تشوف بقى التوليفه دي هتعمل ايه. اللعيبه النهارده لسه بقول لحسين الشحات بقول له تأقلمت؟ قال لي لا انا متأقلم من زمان. يعني اللعيبه نفسها عندها الرغبه انها تعيش الاجواء وتدخل جوه، انا شايف في الفطار والغدا والعشاء خلاص اللعيبه الجداد والقدام ما فيش فرق، يعني كله حاجه واحده. انا مبسوط جدا الحمد لله ان اجاي رجع تاني وسعيد هو ومبسوط وعنده روح حلوه وعايز يرجع يثبت. فالحقيقه يعني انا شاعر كده بان ده النادي الاهلي بتاع زمان، مش يعني مش هقول زمان هو ما حصلش حاجه، ولكن الدروب اللي حصل ده من اصابات اساسا اصابات وكان بعد عدم التوفيق، النهارده انا حاسس كده ان الدنيا بتعود. وبرده عايز اقول بطمن الناس ان بالروح اللي انا شايفها دي وبالروح سواء الجهاز الفني او اللعيبه الجداد او اللعيبه القدام، كل التالف ده انا بقول في اللي جاي احسن ان شاء الله. وبرضه بقول ان مش عايز اقول يعني اتفائل زياده، ولكن احنا ما حدش يزعل ان احنا
راح مننا كذا ماتش او حاجه، دوري لسه في الملعب. ده اللي انا عايز اقوله، ان برضه النادي الاهلي بيفاجئنا دايما في اخر لحظات بنتائج كويسه وباداء كويس، وده اللي احنا منتظرينه. وبيبقى بدايه النهارده ان شاء الله، بكره ولا بعد بكره الماتش كده نرجع بنتيجه كويسه، بتدي دفعه طبعا للعيبه والجهاز الفني، وبتدي ثقه، وحتى اللعيبه الجداد بيحسوا ان هم داخلين على نادي انتصارات اللي هو النادي الاهلي، اللي هم اعتادوا عليه. فزي ما تسمع كده جمهور الجمهور جاي. لا بس احنا ان شاء الله يعني، بس برضو بقول لك احنا مش حاطين في دماغنا ان فريق ضعيف فريق قوي فريق خالص، احنا جايين على اساس هدف ان نعمل بقى التيرنج بوينت، بقى نقطه التحول دي، ان احنا نرجع لانتصاراتنا خارج ارضنا زي زمان. فان شاء الله. واحنا كنا لسه يعني احنا برضو افريقيا، احنا ما رحناش بعيد يا جماعه، احنا افريقيا كنا في اخر المجموعه لما روح كنت معاهم في سفريه بوتسوانا، رجعنا غالبين 1-0 وطلعنا اول المجموعه، وصلنا النهائي، لم نوفق في النهائي بس مش اخر الدنيا. فانا بقول ان شاء الله كده الدنيا هترجع زي ما كانت، وتفائلوا يا اهلاويه. شكرا جدا، خلي بيه دايما موافق باذن الله. شكرا جدا. بنشكر اكيد طبعا امين الصندوق عضو مجلس اداره النادي الاهلي الاستاذ خالد الدرندلي، وهاخد من كلامه طبعا يعني الجمهور النادي الاهلي لابد يكون في تفاؤل كبير خلال المرحله القادمه وخلال الفتره القادمه، تدعيمات على اعلى مستوى، جهاز فني اكثر من رائع، لعيبه تعلم قيمه قميص النادي الاهلي باذن الله ان شاء الله المرحله القادمه، بطولات كلها داخل دولاب بطولات النادي الاهلي، الدوري، الكاس، بطوله افريقيا كمان ان شاء الله جمهور النادي الاهلي منتظرها. حتى هذه اللحظه يمكن كابتن ميدو تدريب النادي الاهلي شغال في طبعا بعض الامور التكتيكيه الخاصه بمستر مارتن، ان انت مفيش شافير، ودي كمان يمكن ليها تاثير في محاضرات على طول مع اللعيبه، وليد سليمان، رمضان، محسن، حسين الشحات، يعني ان شاء الله باذن الله يكون موفق في اختيار التوليفه، ويكون ايضا كمان النادي الاهلي ولاعيبته موفقين في هذه المباراه. برجع لك كابتن ميدو، وبرجع ايضا كمان لضيفك الكريم الاستاذ طارق قنديل. شكرا جدا للزميل العزيز كريم احمد، شكرا الدرندلي امين صندوق النادي الاهلي وعضو مجلس اداره ورئيس بعثه النادي الاهلي في الجزائر. تحس ان الشكل واحد، نفس الكلام اللي بيتكلمه الاستاذ طارق قنديل هو اللي بيتكلمه الاستاذ خالد، هو اللي هيتكلمه دكتوره رانيا، هو اللي هيتكلمه كل اعضاء مجلس الاداره، اللي هيتكلمه رئيس النادي الاهلي كابتن محمود الخطيب. الشكل واحد في الاخر والكلام واحد، وحاجه بصراحه يعني تفتخر مش عشان حضرتك موجود، تفتخر بمجلس الاداره. ذلك كمان باذل مجهود غير طبيعي في امانه الصندوق، ربنا يوفقه يا رب، ومع كل المنظومه اللي موجوده جوه النادي، وان شاء الله يرجعوا مكللين بالنصر ان شاء الله، بالفوز ان شاء الله. ونهارك زي جمهور النادي الاهلي بقى له 10 يا اهلي، بلاش تسعه، بلاش اللي بعد التامن ان شاء الله يا رب، والثالثه تبقى ان شاء الله، ان شاء الله باذن الله، باذن الله نرجع منصورين زي ما قال الاستاذ خالد الرندلي، باذن الله نرجع لانتصاراتنا بره ارضنا وجوه ارضنا، باذن الله يرجع الاهلي المرعب، وما يعني ما راحش يعني يرجع بسرعه جدا. النادي الاهلي ما بيهتمش بالكره، هو هيرجع من نهائي، هو كان بيلعب نهائي يعني جماهير خلاص عندنا دلوقتي هو ده قدرنا الجماهير ما عندناش طبعا، ونتنا كل ان شاء الله بالظبط ان شاء الله بالظبط. النادي الاهلي زي ما قلت حضرتك مش كره بس، لسه جايبين مدير فني اجنبي لكره اليد، كل الالعاب بصراحه بيهتم بيها مجلس الاداره. ما ده بياكد لحضرتك ان كل الانشطه الموجوده في النادي، النشاط الرياضي اتعمل لائحه للنشاط الرياضي اشرف عليها الاستاذ عمرو فاروق نائب رئيس النادي، اتعمل اما بيحصل اي حاجات متعلقه بالنشاط الرياضي برضو لو في دروب او خلافه على طول المجلس بيتدخل وبيقوم بالمفترض يقوم بيه. فبرضه كان في مشكله في اليد، على طول مجلس اداره الحمد لله تم تكليف مدير فني على اعلى مستوى، راجل اجنبي وتاريخه وحاجه السي في بتاعته ممتازه، ان شاء الله يقوم بالنهضه المطلوبه في كره اليد. فالملفات كتيره قوي، وزي ما قلت لحضرتك قبل كده هو مفيش ملف في النادي الاهلي بيطغى على ملف، لا في حكم كمان اللي شغال جديد اللي هو المجلس ده بيعمله الحمد لله من ساعه ما جه، ان كل جميع اعضاء مجلس الاداره بيعملوا في ملفات مقابل دورهم الاستراتيجي اللي موجود جوه النادي، وهو في النهايه برضو عمليه لهم دور اللي هو الدور رسم السياسات وخلافه ومتابعه الانشطه وتشكيل الاجهزه وكل حاجه، ومتابعه على طول دوريه لما بحدث في النادي، وفي نفس الوقت مشتركين في لجان وحاجات تدعم تطوير النادي الاهلي وتحقق الاهداف اللي احنا عايزينها تحقق ان شاء الله النادي. تمام. عائله النادي الاهلي وروح النادي الاهلي ما كانش مجرد اسم كابتن محمود اختاره لحملته الانتخابيه لرئاسه النادي الاهلي، ده شايفينه فعل دلوقتي بتطبقوه في كل حاجه بتعملوها، بتبقى فعلا شكل النادي الاهلي وعيلته فعلا، وفي روح النادي الاهلي.
يعني الحمد لله زي ما بقول لك هو النادي الاهلي بمفرداته بقاموسه هو ده اللي احنا مدركينه من زمان وهو ده اللي احنا بنشتغل عليه، ان هو النادي الاهلي عباره عن اسره واحده، وفي نفس الوقت هي الاسره دي تشمل كتير العاملين وجمهوره واعضائه وكل ما هو يتعامل مع النادي الاهلي بيتم التعامل معاه بنفس الطريقه يعني. اللي بيتعامل طبعا اللي هي التعامل اللي فيه حاجات معاملات مع النادي يعني، يعني فبيتم التعامل كده، ان ده اسلوب تعامل النادي الاهلي اللي يرقى ليه كل المؤسسات اللي هي فيها ادراك لمعنى الاداره ومعنى انك تحط هدف ازاي وعايز تنفذه، وفي نفس الوقت مدرك لكل انواع الشفافيه اللي بتتعامل فيها. انا بشكرك شكرا جزيلا. انا شاكر ليك وشاكر المشاهدين، ودايما الواحد بيحس بالدفء وهو في قناه الاهلي. تنورنا في اي وقت طبعا بيتك، ونورتنا وشرفتني، وربنا معاكم في اللي جاي. مسؤوليه تقيله وحلوه قوي في نفس الوقت لحضراتكم اعضاء مجلس اداره الاهلي، لكن طموح كبير قوي من الجماهير الاهلاويه، مستنيين حضراتكم، مستنيين كل حاجه. الجماهير الاهلاويه ان شاء الله تبقوا عند حسن ظن هذه الجماهير. ان شاء الله دايما النادي الاهلي يبقى فوق جميع ابنائه، ودايما النادي الاهلي في المقدمه ونمره واحد على مستوى الوطن العربي كله وفي العالم كله ان شاء الله. يا رب. نورت وشرفت استاذ، شكرا جدا لحضرتك. دي كانت فقرتنا الاولى مع الاستاذ طارق قنديل عضو مجلس اداره النادي الاهلي، اتكلمنا فيها عن كل الملفات اللي تخص حضراتكم كاعضاء جماعه عموميه وكجماهير اهلاويه زي ما قال الاستاذ طارق، وختم النادي الاهلي هيفضل دايما فوق الجميع وان شاء الله يفضل رقم واحد في كل العالم باذن الله. نطلع فاصل عشان نستقبل الكابتن ايمن الرمادي النجم الجميل، ان شاء الله ينورني بعد هذا الفاصل، مدير فني نادي عجمان الاماراتي. نطلع فاصل ونستقبل نجمنا الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، مساء الخير عليكم في مصر والوطن العربي الكبير. والفقره الثانيه من برنامج الاهلي ليله، والنهارده بيشرفنا فيها ضيف مش عادي، ضيف محقق نجاحات كبيره جدا في الامارات العربيه المتحده وتحديدا في دوري الخليج العربي. النهارده انا بشكره قبل بدايه الحلقه لامور كثيره جدا. اولا متواجد في مصر نتيجه ان طبعا فريقه اللي بيدربه في الامارات فريق نادي عجمان بيقيم معسكر هنا في القاهره أثناء توقف الدوري هناك في الإمارات، نتيجة طبعا بالتأكيد انشغال الإمارات بتنظيم كأس أمم أسيا، وبالتالي حرصوا على أنه أول ما يكون موجود في مصر تكون أول زيارة ليه وأول ظهور ليه على هواء مباشرة يكون من خلال شاشة قناة النادي الأهلي. الحاجة الثانية، نظرا للظروف المناخية الصعبة جدا النهاردة بالتأكيد، لكنه كان حريص جدا وأكد على حضوره احتراما بالتأكيد للموعد ووجوده النهاردة مع جمهور النادي الأهلي عبر شاشة قناة النادي الأهلي. ضيف النهاردة زي ما قلت لكم ضيف مش عادي، لأنه كمان بدأ مشواره التدريبي من 21 سنة في الإمارات، خد الطريق الصعب، بدأ بالمشوار الأصعب، اشتغل في الإمارات، عمل نتائج متميزة مع العديد من الفرق سواء في دوري الخليج العربي أو حتى في الدرجة الثانية، لكن تحديدا مع نادي عجمان أو كما يلقب في الإمارات الفريق البرتقالي محقق نتائج متميزة جدا وسط مدربين أجانب بيقودوا فرق كبيرة جدا في الإمارات. ضيف وضيفكم في الفقرة الثانية من برنامج الأهلي الليلة الكابتن أيمن الرمادي. كابتن ايمن مساء الخير عليكم، منورنا على شاشه الاهلي. مساء الخير على حضرتك، انا طبعا سعيد جدا جدا بالكلام ده، سعيد بتواجدي في قناه النادي الاهلي، وسعيد بكلام حضرتك، انا بشكرك جدا جدا عليه. لا ده حقك يا كابتن ايمن. الحقيقه يعني يسعدني جدا جدا ان انا اكون ما بين جمهور عظيم زي جمهور الاهلي، طبعا من الحاجات اللي احنا بنفتخر بيها في كل الدول العربيه الأندية الكبيرة زي الأهلي والزمالك وكل الأندية المصرية، لكن النادي الأهلي عندنا ليه خصوصية كبيرة جدا، لأن جمهور النادي الأهلي دايما دايما جمهور مختلف، طبعا الأهلي والزمالك والإسماعيلي وكل الأندية، فأنا سعيد جدا بالتواجد معك. الله يخليك يا كابتن أيمن، بالتوفيق دايما يا رب. كابتن أيمن الرمادي هو المدير الفني لفريق عجمان الإماراتي، ويعني قاد فريق عجمان خلال الثلاثة مواسم، الموسم الحالي والموسم الماضي وقبل الماضي، صعد به من الدرجة الثانية إلى دوري الخليج العربي، وهو دوري قوي جدا، دوري الخليج العربي يطبق فيه معايير دوري المحترفين. خلال هذا الموسم عامل نتائج متميزة جدا، أولا 18 نقطة من 18 مباراة حتى هذه اللحظة في المركز السادس، ويمكن بعديه كمان في فرق أسامي كبيرة جدا في الإمارات سواء الوحدة أو حتى فريق النصر أو حتى الوصل،
لكنه السنة دي عامل نتائج متميزة جدا وعامل نسب في الأهداف وفي التمريرات وفي الاستحواذ متميزة وسط مدربين أجانب بيقودوا فرق العين وفريق الجزيرة وفرق أخرى في الدوري الإماراتي. كابتن أيمن تحب أبدأ منين؟ يعني أبدأ من المرحلة الأخيرة نادي عجمان ولا أبدأ من 21 سنة سابقة وبدايتك في الإمارات؟ لا أبدأ زي ما أنت عايز. أنا طبعا أول حاجة عايز أوجه كل التحية لشعب الإمارات وأوجه التحية بصورة كبيرة للمقيمين للقائمين على كرة القدم الإماراتية، لأن من دواعي فخرنا أن الدوري الخارجي العربي للسنة الثالثة على التوالي بياخد أحسن دوري في آسيا. دي حاجة مش قليلة، لأن دوري المحترفين هتلاقي في آسيا في اليابان وفي كوريا وفي الصين وفي السعودية. لما دوري الخارجي العربي في ثلاث سنين ياخد أفضل دوري، طبعا لها معايير كتيرة جدا، مش معايير فنية بس، معايير تنظيمية كمان. فأنا فخور جدا جدا، أنا بفتخر لما بمجرد ما بيطلع النتيجة إن دوري الخارج العربي هو أفضل دوري في آسيا، ده بيسعدني وبيخليني بصراحة ببقى فخور. الحقيقة أنا عندي زي ما حضرتك قلت، أنا عايزك تبدأ من اللي أنت عايزه، لكن أنا عندي يعني ازدواجية شوية. يعني أنا هنا لما بروح الإمارات ببقى عايز أفتخر بكل حاجة كويسة في مصر، ولما باجي مصر ببقى عايز افتخر بكل حاجة كويسة في الامارات. ودي الحقيقة نتيجة ان انا طبعا انا يعني بحب تراب بلدي وبحب بلدي، لكن كمان بحب الامارات جدا، لاني شفت فيها نظام عمل مختلف، نظام عمل الحقيقة يفتخر بيه اي حد. فانا بوجه لهم الشكر والتحية من خلال قناتكم الجميلة، وإن شاء الله بإذن الله أتمنى أن هم يستمروا في النجاح، في أن هم يظهروا وجهة محترمة لدوري محترم، دوري محترفين. بالتأكيد يا كابتن أيمن، وسعداء بوجودك معنا، وأنت وجودك هناك كمان بيشرفنا، بيشرف الكرة المصرية وبيشرف المدربين المصريين. طيب أبدأ معاك من 21 سنة، خدت الطريق الأصعب أنك تسافر الخليج وأنك تشتغل وتبدأ في التدريب هناك. شوف، هو طبعا دايما خيرة الله لعبده خير من خيرة العبد لنفسه. يعني ما حدش أبدا بيرسم طريق نجاح، واحد بيحط أهداف، لكن أوقات بيبقى فيه محطات كده، لما يعني ربنا دايما دايما بيختار الإنسان الحاجة اللي هي كويسة لي، حتى لو في وقت من الأوقات اعتقدت أن الحاجة دي ممكن تكون مش خير، لكن في حقيقة الأمر وفي باطن الأمر بتلاقي الموضوع ده خير جدا. أنا الحقيقة يعني كان عندي بعض المحطات فرقت معايا كتير جدا في العمل. أول محطة إن أنا لما بدأت زي ما قلت حضرتك، أنا ما كانش اسمي كبير قوي في اللعب، أنا يمكن بطلت كرة صغير، عندي يمكن 26 سنة 25 ونص، كان رباط صليبي وصابة وكسلت في العلاج وبطلت. وكان هناك الأسماء الكبيرة كانت ما بتلاقيش فرصة شغل كبيرة، لأن انت عارف هناك العمل بيجيبوا أسماء كبيرة جدا. يعني أنا لسه بره الهواء بقول لحضرتك أن انت الإمارات كان عندها المدرب تصنيفه رقم 5 و6 و7 في العالم، يعني كان عندها برانديلي ده كان تصنيفه رقم 6، كان عندها ألان بيران كان تصنيفه في وقته رقم 5، كان عندها المدرب كيكي فورست اللي شغال في الدوري الأسباني دلوقتي كان تصنيفه رقم 7. فالحقيقة كان صعب جدا ان انت تدخل. انا بدأت في المراحل السنية، وكان في محطة مهمة جدا فرقت معايا كتير، هي محطة اول رخصة تدريب حصلت عليها. وانا الحقيقة كنت محظوظ جدا، وكان يعني الواحد لو سجد لله ليل ونهار طبعا ما يوفوش الشكر اللي هو يكفي، لان انا في الوقت ده في الرخصه دي قابلت واحد كان اسمه مستر يان، كان محاضر الماني، وكانت الرخصه دي في مدينه هامبورغ الالمانيه. الحقيقه الراجل ده بدايه عملي اصطدمت معاه اصطدام كبير جدا جدا في بدايه المحاضرات، لاني كنت شويه برضو يعني برضو انت عارف طبيعه المصري دايما يتناقش، حتى يعني عنده الافكار اللي هو اللي يتبناها صعب ان انت تغيرها له الا اذا حصلت صدمه. وفي الوقت ده انا كنت بلعب، فلما رحت اخد الدراسات دي كانت سنه 98، ف
فوجئت بوظ كل احلامي بان فوجئت ان هو بيقول خلاص ما فيش حاجه في الكره اسمها ليبرو، اتلغى المركز ب 4 4 2 خلاص. لا يعني كان خلاص يعني كان في الوقت ده 98 كان لسه جديده طبعا، انت عارف هي بداها ساكي من مع ساكي المدرب العظيم اريجو ساكي مع ميلان وبعدين مع منتخب ايطاليا، لكن اللي طورها وعمل لها شراره كبيره ايميجا كيف 98، فبدا العالم يتجه للاتجاه ده مع المنتخب الفرنسي. طبعا في الوقت ده اصطدمت مع الصدى، يعني ايه ما فيش ليبرو، يعني ايه طب مين يغطي ومين وافكار بقى اللي الواحد حماسي فيها وانا كنت بلعب بيها وده مركزي اصلا، فخلاص احلامي كلها تضيع بقى. فالحقيقه الاصطدام ده كان معانا واحد مترجم، كان المترجم لازم يبقى من هيئه المحلفين هناك عشان خاطر يعتمد الترجمه ما يبقاش تبقى العمليه فيها شفافيه، يعني كان اسمه انا يعني اتمنى ان شاء الله ان ربنا يكون مديله الصحه، كان ساعتها في الوقت ده كان كبير في السن، كان اسمه مستر عبد المجيد، كان من البحيره من مصر، كان مصري لكن كان عايش في المانيا وخمسين سنه يعني. فقعد يقول لي اهدى، وبعدين بالصدفه الغريبه ان انا في الفندق اللي انا كنت ساكن فيه اللي هو كان فيه المحاضرات هو المحاضر في ايام كده، هو كان بيروح ويرجع في اول الايام كده، انا رايح عشان اتعشى لقيته قاعد، فشاور ندالي وقعدت معاه، فقال لي شوف انت عندك 90% حاجات كويسه، اعتبر ان انت عندك 90% حاجات كويسه بس خد مني 10%، عايز تستفاد 10% انت حر، مش عايز تستفادهم خلاص خليك على 90% ده حتى لو عندك 90%. الحقيقه اقنعني وبقيت بقى اقعد معاه يوميا بعد المحاضرات، عمل لي تحول كبير جدا في افكار، حتى في الافكار البدنيه هناك مختلفه تماما، يعني في الافكار البدنيه في الجوانب الخططيه في اليه العمل. هامبورغ من المناطق في ألمانيا اللي هي باردة كتير لأن هي في شمال ألمانيا قريبة من الدنمارك. إحنا كانت المحاضرات تبدأ العمل 8 الصبح، كنت تلاقي في الملعب واقف بيظبط الملعب من الساعة 7، إحنا كانت الشباك بتاع أوضتي تفتح الستارة تبص على الملعب تشوف الملعب على طول. فالحقيقة الراجل ده فرق معايا فرق كبير جدا جدا. ولما رحت بقى أخد الرخصة اللي هي الرخصة إيه؟ دي كانت الرخصة بي. لما رحت اخد الرخصه ايه اتصدمت ان هو مش هو المحاضر. انا بقول لك الكلام ده لان احنا لازم هنا نتعلم الكلام ده، مفيش حاجه اسمها اللي بيدي السي هو اللي بيدي البي هو اللي بيدي الاي، مفيش الكلام ده. لا وفي بعد الاي كمان البروفيشنال البرو لايسنس، انا بكلمك على مفيش حاجه اسمها محاضر يدي الكل، ما ينفعش كل درجه رخصه ليها اسم ليها محاضرين أكثر. مش معنى ذلك ان ده اعلى من ده ولا ده، لا هي ليها طبيعه. فالحقيقه لما رحت بقى عشان الرخصه ايه اصطدمت ان هو مش موجود، وحزنت جدا جدا لان الراجل ده قعدت معاه تقريبا حوالي 25 يوم، يمكن كان بيديني دروس خصوصيه لو انا كنت هدفع فيها فلوس ما كنتش اقدر، يعني ما كنتش اقدر، امكانيات ما كانتش تسمح، لان خدت عصاره. هو طبعا كان محاضر في الاتحاد الالماني، كان مشرف على المنتخبات في اوقات كتيره، وكان يعرف اغلب المدربين اللي جم اشتغلوا في مصر اللي هم الالمان اللي اشتغلوا في النادي الاهلي، كان يعرفهم، وكان الحقيقه طبعا بدون دخول في تفاصيل كان بيحكي لي على مواصفات كل مدرب. فانا البدايه لما ساعدتك بشكل كبير في ال 20 سنه جدا جدا في بدايتي، كمان لما بدات الحمد لله بفضل الله انا قوي جدا في الجزء اللي هو كنت بقى مراحل سنية، اشتغلت سنتين في المراحل السنية وهناك في جرأة كبيرة جدا، مسكوني مدرب الفريق الأول، كنت أصغر مدير فني، وكان الحقيقة واحد بذكره اتنين، الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي كان رئيس نادي الشعب، ده ساندني مساندة كبيرة جدا كان مؤمن بعملي، والتاني كان خليفة بن حمدان بتاع نادي دبي، ده بقى خدني وقال لي أنت هتمسك الفريق الأول. فريق اول 29 سنه ولا 30 سنه ونادي رئيسه هو الشيخ راشد بن محمد بن راشد الله يرحمه الله يرحمه، اسماء كبيره يعني نادي كبير كان واسم كبير، كانت رهبه غير عاديه. وبالتالي عايز اقول لك
ان رب العالمين بمنتهى الصراحه يعني وفقني توفيق كبير جدا، ووقف معايا خطوات انا ما كنتش احلم بيها. لو قعدت انا رسمت لنفسي بورقه وقلم كنت لا يمكن هرسم او هحط السيناريو ده، ولا هحط حتى قريب منه. دي هي كلها ترتيبات رب العالمين يعني. اكيد. طيب، وجودك في دوري قوي زي ما ذكرت يا كابتن ايمن ان دوري الخليج العربي في الامارات بيعتبر اقوى دوري في قاره اسيا، من ضمن الدوريات اللي موجوده في كل الدول في قاره اسيا، سواء في السعوديه او حتى في الصين، لان الصين كمان دلوقتي بتصرف كتير قوي على الدوري. الصين، الياباني، استراليا، ابتدت تجيب نجوم كمان، السعوديه. الدوري الخليج العربي دوري منظم جدا، مفيش حاجه اسمها مدرب يعمل مؤتمر او يعمل لقاء صحفي في مكان غير مناطق الميكس زون. عشان كده انا كل مره بطلع، انا كنت طالع قريب في احدى القنوات المصريه قلت لهم ما انا ما اعرفش الدوريات مش بعيد عننا، احنا ليه ما ناخدش الجزئيات دي ونطبقها. يعني انا الحقيقه بيصعب عليا جدا وبتضايق طبعا، يعني انت دايما بتغير على بلدك، بتضايق جدا لما الاقي مؤتمر صحفي والناس واقفه ورا الكاميرا بتشاور كده والكلام ده، يعني عمليه صعبه جدا وما تنفعش. لما الاقي حد عايز يعمل لقاء صحفي عند سلم باص او عند باص بتاع فريق في منطقه الباركينج، لما الاقي ناس في الملعب حاجه غريبه. انا يعني حتى لو هناك رئيس نادي وممعوش الكارنيه بتاع دخول الملعب، في استحاله، والكارنيه ليها الوان، اللون ده دخول ملعب، اللون ده في المدرجات، اللون ده في مناطق الامن. حكايه التنظيم عندنا عايزين 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 ثوره فيها، وعايز نفسي لما اتفرج على مباراه اشوف زي مثلا ما اشوف الدوريات اللي هي المحترفه، اشوف مناطق الميكس زون اللي بيعمل مؤتمر صحفي، اللقاء الصحفي فيها، المدرب، اشوف المؤتمرات الصحفيه اكتر نظاما. لان الحقيقه كمان اسأني جدا جدا، انا شفت مباراه ما اعرفش كانت يمكن الاهلي والاسماعيلي في ملعب الجونه مره او حد كده، كان المؤتمر الصحفي في ارض الملعب، ارض الملعب، ومعمول دكه محمول عليها مفرش ده عمليه صعبه جدا جدا. انا بهمس في اذان الجميع، انتبهوا الحاجات دي، انتوا مش مسؤولين بس عن ان انتوا تسوقوا دوري مصر، انتوا مسؤولين قدام ان انتوا تظهروا الوجه الحقيقي للشعب المصري. احنا ابدا، بالعكس، احنا ناس لما بنلاقي نظام بنبقى نظاميين. كل الناس اللي شغالين في الخليج او في اوروبا المصريين بيتبعوا نظام ونظاميين، مش عايزين نتذرع ان احنا شعب مش نظامي ابدا ابدا. هي العمليه عمليه اراده، واراده حقيقيه للمسؤولين لازم يفهموا ان موضوع ان انت تعمل دوري محترف مسؤوليتكم مسؤوليه كامله. وبهمس في اذانهم طبقوا القوانين على مع كامل الاحترام للجميع، على الوزير والغفير زي بعض في الملاعب. في انا هقول لك على واقع حصلت، كان رئيس مجلس الاداره، كان رئيس النادي عندنا الشيخ راشد ابن حاكم عجمان، كان ممعوش الكارت بتاع نزول الملعب، والحقيقه هو عشان عارف الانظمه ما رضيش ابدا ينزل الملعب، وقال لا انا مش مسموح ليا، واصلا ما كانش حد هيسمح له، ما مش هينزل. فانا نفسي ننتبه للجزئيات دي ونحاول نتبنى افكار تخلينا نقدر. انا بسمع ان احنا لازم نعمل دوري محترفين في خلال كذا سنه، والا بخلاص الوقت ازف. مش هنقدر نعمل دوري محترفين الا لما نعمل تجارب ونحط اليات الاول. ما ينفعش نبدا نعمل دوري محترفين واحنا ما عندناش ابسط، يعني انا شفت من، مش عايز اذكر المباراه عشان ما تبقاش تجريح، انا شفت مباراه من 3 4 اسابيع، شفت لقاء مع احد اللاعبين، لا مش 3 4 اسابيع، 3 4 شهور يمكن، مع احد اللاعبين في الباركنج بتاع السيارات. يعني ده لا يمكن تكون، لا يمكن تكون كرة قدم بها 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 بتلك يعني الإدارة والإرادة. الإرادة مهمة جدا، ان انت تكون عندك إرادة ان انت تعمل الصح، والصح مش هيزعل حد، لان هي عملية تعود. طيب، هناك في الإمارات شايفين الكابتن أيمن الرمادي ازاي في وسط ما بيكون فيه نجوم او مدربين على اعلى مستوى في فريق الجزيرة وفريق العين وفريق الوصل وكذا فريق تاني؟ شوف، هو
عشان انا مصري وعربي زيهم بمنتهى الصراحة بيدفعوني لما بكون كويس بيقربوا لي هم خطوات اكتر بصراحة. طبعا جدا جدا يعني كفاية في كل الكلام يقول لك المصري العربي ايمن الرمادي مثلا، فهم بصراحة ساعدوني مساعدات كبيرة جدا، وهم يتمنوا اي مدرب حتى لو هو بيقترب شوية من الاجانب او بيكون بندية بيحاولوا يساعدوه، ده رقم واحد. رقم اتنين وده في المقابل ما عندهمش مجاملات، ما فيش اسم هناك، يعني هناك الاسماء اللي لعبت كاس عالم والناس دي من غير عمل ما لهمش مكان، يعني ما فيش اسم مسبق، ما فيش سي في مسبق، يعني مش لازم اكون لعيب او اكون اسم كبير في الكورة عشان خاطر، لا انا لازم اشتغل بصورة كبيرة عشان خاطر هم يساعدوني. يعني اذا في حاجتين وبخطين متوازيين ما يلتقوش، ان انت لازم تكون بتشتغل كويس قوي وبتعمل دايما ابديت لعملك ولمعلوماتك في الوقت اللي هتعمل فيه ده هيساعدوك، لان انت في النهاية برضو منهم، يعني طبائع واحدة وعادات واحدة. لكن لو انت حتى عربي وما اشتغلت الشغل يخليك ند مع الاجانب عمرهم ما يقدروا يساعدوك، لان هما ما بيجاملوش. وانت شوف الامارات النهاردة ما شاء الله البنية التحتية بتاعتهم بسبب ان هم عندهم قوانين، ما عندهمش مجاملات، ما عندهمش واسطة، ما فيش واسطة في كل المجالات، في عمل واحد هو بس. وإلا انا هديك مثال بسيط، انا عن نفسي مليش اسم كبير في كرة القدم، لكن في ناس اسماءها كبيرة في كرة القدم ما تقدرش تشتغل في الدوري هناك شهر شهرين لان العملية مش بالاسم. فهي دي هي دي الحقيقة الحاجة الميزة اللي تخليك دايما تجتهد وتخليك دايما تبقى عايز تكون دايما قريب من الحدث في العالم كله. طبعا ناهيك بقى على ان هم كمان منفتحين على العالم في موضوع الدراسات والمعايشات وكل الحاجات الجديده، يعني هم حتى المعسكرات لما يبقى في فرق اوروبيه عايزه تعمل معسكرات بالظبط تعملها فتره الشتاء على طول في الامارات. كل البايرن وكل الفرق الايطاليه والالمانيه كله بيعمل معسكرات هناك اكيد. كمان عندهم ميزه كبيره جدا ان هم كل فتره بيجيبوا مثلا يعرفوا ان رقم واحد في الاعداد البدني فلان، بيجيبوه اربع خمس مرات في أندية مختلفة يعمل زي سيمينار مع مجموعة المدربين، ودي حاجة انفتاحها للعالم مهم جدا، وأنا نفسي إن هي تتطبق هنا في مصر، لأن أنا الحقيقة الإخواننا المدربين المصريين شاطرين وما شاء الله كويسين، فحقهم برضو إن هم يكتسبوا معرفة بصورة جيدة يعني. طيب أدخل بقى للتجربة الحديثة مع نادي عجمان. التجربة مش السنة دي، وأنا في بداية الفقرة وبداية الحلقة مش بتكلم على تجربة السنة دي، التجربة من الموسم قبل الماضي. صعدت بعجمان للدوري الخليج العربي الموسم الماضي المركز الثامن من اصل 14 فريق، الموسم الحالي في المركز السادس ويمكن بفريق الاهداف حتى الوحده او فريق الوحده في المركز الخامس بفريق الاهداف عنك. في فرق كبيره فريق المواجهات او فريق المواجهات المباشره، في فرق كمان كبيره اسامي كبيره في الامارات بعديك حتى، يعني فريق النصر بعديك بثلاث نقاط، الوصل بسبع نقاط. فتقييمك للتجربه مع نادي عجمان وشايف ازاي التجربه الكابتن ايمن الرمادي مع نادي عجمان؟ لا الحمد لله، احنا اولا احنا كان هدفنا من اول ما صعدنا ان احنا نشتغل حوالي مده كده اربع خمس سنين نقوي فيها نمشي بتدرج، وكان الهدف ان احنا نثبت في دوري الخليج العربي. السنه اللي فاتت ده حصل فعلا وحصل بدري مبكرا الحمد لله، عملنا نتائج ممتازه رغم ان احنا كنا الفريق الوحيد اللي صعد من الدرجه الاولى بعد موضوع الدمج، وكان طبيعي منطقي كان الفريق الوحيد اللي هو يكون اقرب الفرق مهدده بالهبوط طبعا. وحصلت لنا صدمه في بدايه الموسم اول اربع مباريات هزايم، لكن كان ادائنا ممتاز الحقيقه. احنا الميزه ان احنا استقرينا على اللعيبه اللي صعدوا معانا، ما ضفناش يمكن الا لاعب او لاعبين، فكان بالنسبه لهم التجارب الاولانيه كانت صعبه، لكن لما اتعودوا وبداوا عملنا نتائج مبهره. يعني احنا لو اختصرت من الدوري الاربع مباريات الاولى كنا ممكن نبقى في مركز برضو سادس او سابع، لكن الحقيقه خلصنا مركز ثامن. وبعدين السنه دي اتعشم ان احنا نكمل، عندنا دور تاني صعب جدا وقوي، نحتاج لان احنا نحسن المركز، نحتاج كمان لان احنا الحقيقه فرقتنا من الفرق اللي هي مش يمكن كتير من المباريات اللي بنخسرها بنكون الطرف الافضل لحد دلوقتي. يمكن لو لعبنا السنه اللي فاتت
22 مباراة في الدوري، السنة دي هيكون 24 مباراة، سوري 26 مباراة. مش عايز ابالغ اقول قلت لك ان احنا في 20 مباراة منهم كنا الطرف الافضل، فرقتنا بتلعب كرة حلوة قوي. يعني انا عن نفسي لما بروح البيت بستمتع بأدائهم، لما بروح البيت بتفرج عليهم تاني بستمتع بأدائهم، بيلعبوا بصورة متميزة جدا، أدائهم فعلا في رقي، وده طبعا بصراحة حاجة بتسعدني جدا. أنا سعيد جدا بتجربتي معاهم، كمان سعيد بأن هم أن فرقة عجمان كل المسؤولين عن الكرة والخبرة بيقولوا عجمان من الفرق اللي هي بتلعب المودرن فوتبول بصوره ممتازه. يعني طيب بينك اتكلمت بقى عن اداء الفني للفريق، عندي مجموعه احصائيات كده وارقام قد تفاجئ بيها، قدرت اتحصل عليها من مصادر هناك في الامارات بتتابع دوري الخليج العربي بشكل كبير. صدق. اولا مشاهدينا الكرام، يمكن فريق عجمان زي ما الكابتن ايمن بيتكلم فرق او من الفريق اللي هو فرق الوسط في جدول دوري الخليج العربي، فرق الجزيره وفريق العين بالتاكيد من الفرق المقدمه في هذا الدوري، لكن في احصائيات خرجت عن فريق عجمان حتى هذه اللحظه من خلال عدد مباريات 18 مباراة 18 نقطة فيها نسب بتأكد على شغل فني تكتيكي بيتلعب بشكل جيد جدا. كابتن أيمن، نسبة الاستحواذ أو متوسط الاستحواذ في 13 مباراة بنسبة 40%، تمام؟ 156 كرة عرضية في 13 مباراة، ودي نسبة كبيرة جدا في عدد مباريات زي 13 مباراة. دقة التسديدات على المرمى، لو سددت مثلا 100 تسديدة في 40 تسديدة فيها دقة بشكل قوي جدا على المرمى. أتحت للفرقتك 57 فرصة للتهديف في 18 مباراة، بمعدل 5 فرص للتهديف في كل مباراة. حاجة ممتازة. أنا طبعا أرقام أنا سعيد جدا بالإحصائية اللي أنت عاملها، وأنا فعلا فاجئتني، يعني لأن احنا هو بس بداية مش أنا اللي عاملها، أنا يعني استعنت بناس شغالة في الإمارات. أنت تعملها مركزة مع النادي، لأن هي دي عمل علمي دلوقتي الإحصاء، موضوع الإحصائيات ده، لكن انت ناقلها ودي حاجه مش قليله، ما هو انت لازم تنقل تجارب اكيد. فالحقيقه يعني مفاجاه بالنسبه لي، لكن كمان بصوره واضحه جدا فريقنا فعلا بدون مبالغه مفهوم عنده شجاعه غير عاديه. يعني مع كل الفرق اللي احنا بنلعبها، يعني احنا لعبنا نادي الوصل بعد مباراته مع النادي الاهلي، النادي الوصل كان في احسن حالاته النفسيه وحاله معنويه. ما هي كانت الامور بالنسبه له صاعد وعلى حساب النادي الاهلي، فلعبناه وهم اعتقدوا ان احنا هنلعب بتحفظ. بالعكس، احنا انا من اكتر الحاجات اللي بتفرحني في فرقه عجمان ان هم عندهم شجاعه في اللعب غير عاديه، عندهم جرأة، ودي حاجة بتسعدني جدا جدا ان انا الناس تقول فريق عجمان فريق جريء. يعني الارقام دي قريبه من السكاوتنج اللي معاك في الفريق؟ شوف، انا بالنسبه لي يمكن كتير ما يفرقش معايا بعض الاحصائيات، بعض يفرق معايا. يعني مثلا هديك مثال على الاستحواذ، احنا لعبنا الشرق اللي هو المتصدر، احنا كنا 51 والشرق 49، لكن واحنا كنا افضل فعلا، يعني لكن النسبه قريبه لكن النتيجه واحد واحد. لكن لو شفت اللعب الفعلي بتاعنا مختلف خالص. هم كانوا كسبانين 1-0 لحد اخر مباراه، فكان استحواذهم هو عباره عن تحضير، ما كانش عندهم حاجه فيها الديب باص، الباص العميق او الحاجات دي، فدي تفرق عندي اكتر. انت ممكن تعمل استحواذ فيهم 70 كره عرضيه بدون هدف، وممكن تعمل استحواذ زي مثلا برشلونه مثلا في وقت من الاوقات مع جوارديولا لما بدا بالتيكي تاكا، هو مش تحضير، هو عمل مؤثر لهدف، وعمل بتكسب بيه ارض، وفي عمل عميق في الباص، مش مجرد التحضير للاستحواذ. ففي بعض الاحصائيات بتفرق معايا، وفي بعض الاحصائيات ما تفرقش معايا كتير. يفرق معايا اكتر اللعب الفعلي بتاعك او اللعب المؤثر بتاعك، هو شكله ازاي تحت الفرصه بالظبط، انت ازاي اخترقت، ازاي لعبت مثلا تمريره حاسمه. انا هقول لك على حاجه، انا عندي 4 محترفين، انا عندي لاعب مواطن اسمه محمد النعيمي جاب هدف، لكن عامل السنه اللي فاتت 13 اسيست، ده بالنسبه لي اهم كتير من ان هو يكون جاب 4-5 اهداف وما عملش اسيست. فبعض الاحصاءات اوقات بتفرق معايا بصوره ايجابيه وما تكونش ظاهره قوي، لكن الاحصاءات اللي انت حضرتك عاملها دي مهمه جدا وهي قريبه من الواقع،
لكن السكاوتنج عندنا احنا كمدربين بنهتم بحاجات وفي حاجات نغفلها شويه سنويه. الحاجات اللي نهتم بيها زي مثلا ضعف منطقه معينه، يعني في فريق مثلا عنده قوه مثلا في ان هو مثلا زي ما حضرتك قلت بيعمل العرضيات من الجبهه اليمين بصوره اكتر لان عنده رايت باك ورايت وينج اقوياء، دي تفرق معانا. لكن احصائيات زي الامتلاك انا اقدر امنعه من الامتلاك، اقدر اخليه ما يمتلكش لان انا اقدر اعمل في وقت من الاوقات ضغط بطريقه معينه او بشكل معين اخليه ما يمتلكش. لكن في بعض الاحيان انت عايز اللي قدامك يمتلك الكوره، لان لو انت ما خليتوش يمتلك هيبقى اللاعب الفعال بتاعه اكتر يعني بالظبط وهكذا. يعني نسبه فوزك مع عجمان حتى هذه اللحظه بيقترب من نسبه 40%، نسبه جيده ممتازه، لان في دوري انت عشان تبقى في دوري المحترفين وصاعد وتكسب حتى يعني لو عدد المكسب انت عارف يعني 40%، يعني انت كل 20 مباراه بتكسب 8 مباريات، يعني في ال 20 مباراه بتاخد 24 بونت، معناها ان انت قعدت خلاص يعني هدفك اتحقق. فلو مثلا 26 مباراه هتبقى تقريبا 12 مباراه مكسب، يعني معناها توصل لنقطه 36 تبقى في مركز السادس السابع. طيب مع عجمان ومع الفرق هناك في الامارات كانت في تجربه ايضا للكابتن طارق العاشر؟ اولا انا سعيد جدا بالحوار معاك لان يا فندم ده شرف ليا. لا بتفتح حاجات فعلا مهمه جدا ان هي تتعرف، يعني ممكن يقول لك لو انا قلت لك انت لاعب 100 مباراه وكسبان منها 30 مباراه مع نادي مثلا زي العين والاهلي والانديه اللي هي عايزه تلعب بطوله، ما احنا لنا هدف اكيد زي الانديه طبعا ما تنفعش، نسبه قليله طبعا، انت لازم تبقى عندك نسبه مكسب 90% 95%. لكن مع فريق عايز يقعد، هل مثلا تقدر تساوي دلوقتي في التوقيت اللي احنا فيه برشلونه في نسبه المكسب زي مثلا ريال بيتيس او ديبورتيفو لا كارونيا مثلا؟ لا مثلا طبعا ما ينفعش. انت ده عايز نسبه لان هدفنا حصول على بطوله بالظبط، وده عايز نسبه لان لكن انا بقى لما اجي العب على صعود النسبه دي ما تنفعنيش خالص. يعني انا في السنه اللي احنا صعدنا اولا دوري الدرجه الاولى اللي هو بيصعد المحترفين من الدوريات القويه جدا جدا برضو، لازم نسبه مكسبي تكون فوق 90. كمان لما تيجي تلعب مثلا في بطوله صغيره زي الكاس، حتى لو ما هو الكاس بعض الاحيان بيبقى فيها الجزء الاولاني فيها بيبقى نقاط عشان تصعد بالظبط، وهدف ان انا اصعد مثلا من بين 6 فرق لازم مكسبي يكون متخطي 80%. فدي تفرق شويه ان انت الهدف بتاع فرقتك ايه وبتلعب في انهي منطقه بس. يعني هي يعني انت لو رحت مثلا كاس عالم فضل مع منتخب مصر وقلت انا عايز انا عندي 4 فرق لو 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 كسبت مثلا 40% هتصعدني، فال 40% حققت لك الهدف حسب المرحله والمجموعه والدور اللي انت بتقدمه بالظبط. هي الفكره هي انا اعتمدت على الارقام وحبيت اوصل للمشاهد ارقام عشان يعرف طبيعه فريق عجمان والدور اللي بيأديه في دوري الخليج العربي. صحيح بنسهل عليه بس المساله طبعا. لو بالعكس جميله، ده انا سعيد بيها جدا لان يمكن من المرات القليله ان حد يكلمني في موضوع الاحصائيات دي، وحاجه تسعدني لان انا دايما بحب الامور اللي هي العلميه. وخلي بالك الاحصائيات دي ده معمول فيها ابحاث، حاجه يعني البحث العلمي فيها خد خطوات عملاقه فيها حقيقي فعلا. وبعدين البرامج بتاعتها مش سهله، البرامج بتاعتها معقده تكلفتها عاليه جدا جدا كمان يعني اكيد. طيب بتذكر تجربتك مع نادي عجمان وبتكلم عن تجربه الكابتن طارق العاشري مع الشعب الاماراتي، صدفت في مواجهات مباشره بينكم ولا شفت تجربه الكابتن طارق مع الشعب الاماراتي كانت ازاي؟ الحقيقه كابتن طارق من المدربين الكويسين. انا طبعا هو صديقي لكن انا ما احتكتش بيه في يعني او يعني كانش في مباريات. لا انا معلوماتي شويه في الدوري المصري ضحله شويه، مش يعني معلوماتي عن اعرف طبعا انهم كلهم مدربين ما شاء الله متميزين، لكن التجربه يمكن كانت تحتاج شويه وقت، مش وقت، كانت تحتاج من الكابتن طارق ان هو يكون كل الدوري المصري مختلف عن الدوري الاماراتي مختلف عن الدوري السعودي كل دوري مختلف. يمكن شويه التجربه مع نادي الشعب الاماراتي ما كانتش ناجحه النجاح الكبير لان
ما خدوش او ما خدش الآلية بتاع العمل في دوريات الخليج العربي. كابتن طارق من واقول لك على معلومه صغيره، انا كان عنده حارس مرمى كان بيلعب معايا، كلمني قال لي بجد كابتن طارق من المدربين الكويسين، لكن يمكن ما كانش كان انلق شويه مع نادي الشعب. فتجربته مع الشعب هي قصيره طبعا، اتمنى للكابتن طارق كل التوفيق، لكن ما كانتش من التجارب اللي هي تعتبر ناجحه يعني. طيب حسين الشحات ايضا كانت تجربه في الامارات مع نادي العين، شفتها ازاي قبل ما ينتقل للنادي الاهلي ان هو لعب في العين بالظبط سنه كامله؟ حسين الشحات من اللعيبه المميزين جدا جدا، واول سنه كان كويس قوي في العين، السنه الثانيه كان كويس برضو، لكن بس اعتقد ان هو مر بظروف في بدايه الموسم خلت شويه المستوى شويه اقل من السنه اللي فاتت، وبعدين في كاس العالم بدا تاني يرجع يبقى كويس. كاس العالم للانديه حسين من اللعيبه الممتازين جدا اللي هم اضافه لاي فريق بيلعب فيه. وانا عايز اقول لك على حاجه بمنتهى الصراحه، الميزه هنا في مصر هي او الحلقه الاقوى هنا في مصر هو اللاعب. اللاعب في مصر فعلا عنده ميزه كبيره جدا عن باقي اللعيبه في كل الدول العربيه بما فيهم دول شمال افريقيا. انا لعب معايا لعيبه كبار جدا جدا من المغرب، يعني لعب معايا لاعب اسمه امين الرباطي منتخب المغرب ولعب في مارسيليا. اللاعب المصري بصراحه امكانياته كبيره جدا جدا، بس هو مظلوم شويه، مظلوم شويه في اعداده، مظلوم شويه بالذات في الجزء البدني اللي احنا عايزين فيها مراجعه كبيره جدا جدا، ان احنا ما زلنا بنتعامل في الجزء البدني معامله المدربين في الثمانينات. يعني كان زمان مش المدربين اللي ماسكين، يعني انا بتكلم اخواننا اللي هم المعدين البدنيين، ما زال عندنا المسميات تحمل السرعه وتحمل الكره، طبعا الكلام ده كله ما مش موجود تماما يعني. يعني دلوقتي الامور اختلفت اختلاف كبير جدا، فاللاعب المصري يمكن مظلوم في المنطقه دي. طب بما انه مظلوم، ليه ما فكرتش تعاقد مع اي من اللاعبين المصريين في نادي عجمان؟ تجربه حسين الشحات اللي اتشجع قبل كده كانت التجارب ما كانتش قويه، كانت مش كويسه. يمكن كان في خايف تاخد ريسك مثلا؟ لا، قبل حسين الشحات التجارب ما كانتش كويسه فعلا يعني. يعني ما كناش موفقين كلاعيبه مصريين، وكان خلاص يعني بعدنا. حسين الشحات دي جت صدفه بحته يعني، وهو في الحقيقه اثبت وبقى اصبح. واقول لك على حاجه غريبه، المركز بتاع حسين الشحات من المراكز اللي هي المتميزه في مصر، يعني اغلب الفرق دلوقتي اللي بتلعب 4-2-3-1، الثلاثه اللي هم خلف المهاجم دول متميزين في مصر، لكن انت ما تقدرش من مصر مثلا تجيب سترايكر. فاهم؟ ما تقدرش من مصر تجيب لاعب ارتكاز، خططيا مش هتلاقيه كويس. الثلاثة دول ما شاء الله عفاريت يعني، اللي هو حسين الشحات، في ناس كتيرة، حسين الشحات ووالد سليمان ومجموعة الزمالك كلها، اللي كهربا هو كهربا ويوسف كهربا لا وكمان اللاعب أيمن حفني سابقا، مصطفى فتحي في الاهلي، في مؤمن وليد سليمان، المركز ده كمان بتاع الاسماعيلي ابراهيم حسن، من الناس اللي بعد ما حسين الشحات كنا بنتكلم عشان نتعاقد معاه. كمان اللاعب بتاع المقاولين العرب اللي راح بيراميدز، من اللعيبه المميزين قوي، اللي هو احمد، انا حاول اتذكر الاسم بس معاك. لاعب المقاولين راح هو بيراميدز. انا اسف جدا يا جماعه ان انا الاسماء بس، لان انا مش مختلط قوي لكن كان من اللعيبه الكويسين قوي برضو، كنا بنفكر نتعاقد معاه. اسلام بتاع المصري. فالمركز ده غريب جدا ان هو مميز جدا في مصر، والمركز ده عايز حركه خفيفه، واحنا عندنا الخفه في الحركه كويسه مع حسين الشحات والمجموعه دي. قبل حسين الشحات كانت الامور صعبه، لان كان في تجارب الوصل الاماراتي. تقصد ها؟ طب اخد تليفون مهم يا كابتن ايمن، استاذنك لان بالتاكيد مباراه مصر والمجر في طيب التليفون. طيب الخط فصل، كان معانا تليفون مهم جدا من الدنمارك، متابعه كاس العالم لكره اليد ومنتخب مصر، كان عنده مباراه مهمه جدا مع منتخب المجر. اتفضل يا كابتن ايمن. فبقول لحضرتك حسين الشحات الحقيقه بأدائه السنة اللي فاتت، الموسم اللي فات، خلى بعض الأندية تفكر في اللاعب المصري وخصوصا في المراكز دي. يعني قبل كده كانت التجارب ما كانتش كويسة، يعني يمكن
كانت التجربة مع نادي الوصل، أعتقد كانوا جايبين الكابتن شيكابالا، يعني ما كانش موفق. أبو تريكة كان في فترة لعب فيها مع تريكة، لعب بس فترة قصيرة أو مع بنياز، شهور مع بنياز هو وزيدان مع بنياز. بس كابتن أبو تريكة من اللعيبة اللي تركت بصمة كبيرة جدا جدا في نهواء، في الناحية السلوكية، سلوكيات بيحترموه احترام كبير جدا. طبعا أنا بكني له كل تقدير واحترام. كمان فنيا بصراحة كان هو، طبعا كان في آخر أيامه يعني، يمكن التجربة ما كانتش طويلة، لكن فنيا كان أفادهم كتير بخبراته، حاجة مشرفة يعني. أنا بصراحة لما بذكر أبو تريكة في الإمارات بذكره وأنا رافع راسي، أنا بتشرف جدا جدا إن أبو تريكة ده مصري ولاعب مصري. طيب جزئية تانية كمان يا كابتن أيمن، وأنا بتكلم على اللاعبين المصريين، الدوري الإماراتي حاليا مين أقوى لعيب في الدوري الإماراتي أنت شايفه؟ أو أفضل لاعب فنيا وبدنيا في الدوري الإماراتي؟ لا شوف، في لعيبة أقوياء جدا طبعا، الأجانب الأجانب أرقامهم كبيرة جدا، الأجانب يعني أنت عارف لاعب هداف منتخب بلاده، لاعب العين المهاجم، مواطنين، في لعيبة كويسين قوي. أنا علي مبخوت ده من المهاجمين الكويسين قوي، عموري طبعا ربنا يشفيه رباط صليبي، هو طبعا راح الهلال السعودي كان من اللعيبة المتميزين جدا. لا في لعيبة كويسين قوي، لكن الأجانب، كل الأجانب اللي موجودين في الدوري الإماراتي أقوية جدا. ممكن العدد يزيد؟ ما تمناش أنه يزيد، بس هناك في مساعي لزياده العدد. بس انا ما اتمناش ان هو يبقى زي السعوديه، لان السعوديه بقت هيصه، العدد كبير. 8 انا ما اعرفش مين اللي خد القرار ده، 8 وفيهم حارس مرمى، ما اعرفش بعد 3 4 سنين هيجيبوا حارس مرمى للمنتخب منين، المنتخب هتبقى فيها صعوبه. وبعدين غير كده اتمنى ان الدوري الاماراتي يفضل الدوري الاماراتي زي ما هو بقدرته في موضوع الاحتراف، لان الموضوع مختلف تماما. مع كامل احترامي للدوري السعودي، موضوع الدوري الإماراتي مختلف تماما في التنظيم وفي الجداول في التصوير في كل حاجة، فهو مختلف عن الدوري السعودي. الدوري السعودي احنا لعبنا فريق السنة دي كان بيلعب بثمانية مباراة ودية، كان معسكر عندنا، لا كان بيلعب بثمانية محترفين وعنده 4 بره بيجربهم. وبعدين سألت المشرف قلت له طب انتوا هتلعبوا امتى السعودي يعني اي وقت، وثمانية منهم حارس مرمى، طب الحارس المرمى ده موضوع احساس هيروح فين، هتاخد تجيب لي منتخب منين. فالعمليه قاسيه جدا. احنا في طبعا ممكن في الدوريات الاوروبيه تبقى العمليه سهله لان كله بيلعب مع بعض في دوله، لكن اللاعب السعودي ما عندوش مجال ان هو يطلع يحترف بره في اوروبا، فبالتالي مش هيلعب في الدوري السعودي. طب لو ما لعبش في الدوري السعودي هتجيب منتخب بعد كده منين؟ لكن مثلا انت في انجلترا لو حتى عملوا كل الفريق محترف، فده بيلعب هنا وده بيروح يلعب في دوريات كبيره، وفي دوريات كبيره في دول، وهي تقريبا يعني هي بلد واحده، هي اوروبا كلها تعتبر يعني حتى التنقلات فلا الدوري الاماراتي ما اتمناش ابدا ان هو يوصل للمرحله اللي هي اتخذ فيها قرار، وانا صريح في الموضوع ده، قرار غير مدروس بالمره في الدوري السعودي. قرار ما اعرفش اتفكر فيه ازاي، وانا من اول ما حصل انا حتى الكل، يمكن حضرتك قلت اول حاجه، قلت استغربت جدا هيجيبوا بعد كده لعيبه منين. انا النهارده عندي 8 يعني معناها بيلعب 3، لو عندي 18 نادي 3 في 18 بحاجه و50 لاعب، مش قوام منتخب. هل ده قوام منتخب؟ مش هيبقى قوام منتخب، ده انت عايز 30 لاعب للمنتخب. صح، بس فصعب، صعب طارق اختراع تبقى صعبه جدا كمان. صحيح. طيب وانا بتكلم على الدوري الخليجي العربي الفتره الحاليه، بالتاكيد في توقف للبطوله هناك، لان الامارات بتستضيف كاس امم اسيا والمنتخب الاماراتي بيسير بشكل جيد في بطوله كاس اسيا، لكن فضلت ان يكون معسكرك هنا في مصر لمده 8 ايام. بعد 8 ايام وبعد فتره المعسكر هترجع تاني بالتاكيد، لكن شايف فتره التوقف ازاي هتستفيد بيها، وليه اخترت كمان تعمل معسكر؟ الحقيقه احنا بدانا من فتره، من اسبوعين كده اشتغلنا في الامارات، وكان الهدف من المعسكر بس تغيير الاجواء. انت عارف بدون لعب مباريات وتاخد شهر او تبقى صعب، تقعد شهر ما تلعب، لا ده مش شهر، ده اكتر من شهر كمان، يعني تقريبا 45 يوم. فاحنا الحقيقه فكرنا في موضوع معسكر مصر، لان شجعنا عليه ان اتحاد كلبه معسكر هنا برضو،
وبيقدر يلعب مباريات. وهنا المباريات طبعا المباريات هنا اللعيبه الفرق بتلعب فالفرق جاهزه، لكن يعني اكتر جهوزيه لان احنا متوقفين تقريبا، وفتره التوقف دي اعقبها لما خدنا 45 يوم خدنا 10 ايام متصله راحه تامه، وبعدين رجعنا اشتغلنا شويه في الامارات وجينا هنا عشان نلعب تقريبا 3 مباريات. المعسكر اختيارنا لمصر لاسباب كتيره. هم الامارات اخواننا في الامارات بيحبوا جدا جدا مصر، والحقيقه لها هدف برضو ان هم برضو شويه يدعموا السياحه هنا في مصر، وكان دي توصيه يعني من الجميع حتى مع نادي اتحاد كلبا ان هم يحاولوا يتوجهوا لمصر وكده. لكن هي كمان الهدف الثاني ان انت هتقدر تلاقي فرق بتلعب دوري وفرق مريحه. طبعا انت عارف خصوصيه الدوري عندنا والجدول يسمح لك ان انت ممكن تلاقي فرقه بتلعب كل يومين، وممكن تلاقي فرقه تقعد مثلا على زي ما انا اتمنى ان احنا طبعا انا عازر طبعا الاخوه اللي هم مقيمين على الجدول، لكن بمنتهى الصراحه ايوه انتم معذورين وعندكم اعذاركم ومعرفش اسباب كذا واحنا في بطولات كذا، لكن لا يجوز فيش حاجه اسمها كره قدم من غير برمجه. انا كمدرب لازم اعرف انا هلعب امتى وامتى وامتى عشان اعمل برنامجي. جدول الدوري ده في مش هتكلم في الامارات، في العالم كله حاجه مقدسه. لا ده شوف لو انت عندك جدول نظامي، طبعا انا اولا رقم واحد قبل ما اتكلم انا عذر كل المسؤولين عذرهم، لان هم بيقولوا ان اليوم اسبابهم وان مش عارف الاجنده الافريقيه الاجنده والاجندات والحاجات، لكن عايز اقول بقى في اسس لو اختلفنا عليها لازم يبقى في واحد غلط. من ضمن الاسس دي اسس علميه ما ينفعش نعبث بالعلم. مفيش حاجه في العالم كله اسمها دوري مضغوط من بدايه من اول اسبوع. الخمس دوريات الكبار في العالم، الدوري الانجليزي طبعا تصنيفه رقم الاول، الاسباني، الالماني، الفرنسي، الايطالي، الخمسه الكبار. لما يجي يعمل دوري مضغوط لازم اللاعب الاول يوصل للتوب فورم. وعشان اللاعب يوصل للتوب فورم لازم يلعب من 4 لـ5 مباريات رسميه. فبالتالي بتلعب انت الاسبوع الاول والثاني والثالث والرابع، بعد كده بقى تقدر تضغط الدوري. لكن من الاسبوع الاول دي ما بتحصلش في العالم. ما فيش حاجه اسمها العب كل 3 ايام من اول اسبوع. انا برضو في الاخر مش عايز اكون متجني، لكن انا مشفق على الحاج عامر والناس اللي هم مقيمين على عمل الجدول، لكن لا يجوز علميا ان نبدا بالشكل العكسي. احنا انا عن نفسي لو خيرتني ما بين ان الدوري يتعمل مجموعات او يتعمل اي حاجه، يتخصم انديه، اي حاجه تتعمل، ولا نبدا كده وبس ما تمسش اسس علميه مؤثره. وانت شفت كميه الاصابات مثلا اللي في النادي مثلا زي النادي الاهلي او الانديه اللي هي ما ينفعش الجداول دي. كويس انك ذكرت القصه دي يا كابتن ايمن. الجداول دي خط احمر، ده يكون سبب خط احمر ما فيهاش حاجه اسمها اجتهاد. عشان كده انا بهمس في اذانهم استعينوا بخبره في علم الفسيولوجي وقولوا لهم لازم نحترم العوامل الفسيولوجيه عند اللاعب. اسالوهم، اسالوا الخبره دول يعني، وهاتوا خبره من بره مش هتكلفكم كتير، واسالوهم نقدر نعمل. هو ممكن انا وانت نختلف، انا اقول لك القلب في الناحيه اليمين وانت تقول لي لا في الشمال، ونبقى احنا الاثنين صح. الاسس العلميه يا اما فينا واحد غلط يا اما احنا الاثنين غلط، لكن لا يمكن نكون احنا الاثنين صح لو مختلفين. فمن ضمن الاسس دي العلم، علم الفسيولوجي من العلوم المهمه جدا، فلازم نستعين بخبره فيها عشان نعمل جدول. تمام. ما ينفعش انا النهارده اكون بس مجرد ان انا بعمل جدول بسكن فيه مباريات من غير اساس علمي، دي كارثه. انا مشفق برضه على الحاج عامر ومش وعارف ان هو معذور، لكن لازم ياخد قرار حتى لو انديه ما وافقتش في وقت من الاوقات، خد قرار ان عدد المباريات هيكون كذا. الاسابيع الاولانيه ما ينفعش فيها دوري مضغوط. سؤال اخير قبل الختام يا كابتن ايمن. كاس اسيا حاليا في الامارات، مين المنتخب الابرز في ظل المنتخبات الاسيويه؟ منتخب ايران زي ما انا قلت لحضرتك من المنتخبات القويه جدا. انا طبعا اتمنى ان ياخدها منتخب عربي.
وخصوصية أتمنى أن يأخذها الإمارات. لكن منتخب الإيراني محافظ على قوامه الوحيد اللي من كاس العالم ما غيرش قوامه إلا بنسبة 20 أو 30%. صحيح. المنتخبات اللي هي بقى بتاع شرق آسيا منتخبات قوية جدا، اليابان، كوريا، كوريا، استراليا أكيد مرشحة طبعا. استراليا خسرت المباراة الأولانية مع الأردن، دي كانت حاجة مفاجأة كبيرة جدا جدا يعني. نشامة. أيوه. لكن منتخب الأردني على فكرة من المنتخبات الكويسة قوي. وهنا على فكرة أنا لازم أذكر أن اللي حط اللبنة والوضع الأساسي المنتخب الأردن هو كابتن الجاري الله يرحمه. كابتن أيمن الرمادي، أنا بشكرك شكرا جزيلا، وكلمة أخيرة تحب توجهها في الختام؟ لا بالعكس، أنا سعيد جدا جدا بتواجدي في الكرة المصرية عموما مع القنوات وخصوصا قناة النادي الأهلي اللي هو حاجة مفخرة لكل رياضي، الأهلي والزمالك والإسماعيلي زي ما بقول والمصري وكل الأندية مفخرة. بس أنا بحمس أذان الجميع، عايزين دوري محترفين يا جماعة ويكون نظامي. يا ريت يا ريت يا كابتن أيمن، والله يعني ده أفضل حاجة نختم بها حوارنا، دوري محترفين خلال الأيام القادمة بإذن الله. لازم إن شاء لازم الله. إحنا على فكرة مصر بلد كبيرة جدا، مش أقل من إن إحنا يبقى عندنا دوري محترفين. أكيد بإذن الله. إحنا بدأنا الشرارة كانت من مصر، يعني شوف اتحادنا سنة كام يعني. أكيد. كابتن أيمن الرمادي المدير الفني لفريق عجمان الإماراتي، نورتنا وشرفتنا، وكل التوفيق لك يا رب في الإمارات، عامل اسم كبير جدا للمدربين المصريين هناك في دوري الخليج العربي، كل التوفيق لك يا رب فيما هو قادم. بشكرك جدا جدا، وبشكر كل السادة المقيمين على البرنامج، وبشكر الجمهور العريض، جمهور النادي الاهلي والجمهور المصري عموما. شكرا لك كابتن ايمن. تجربه مميزه كان مهم جدا نلقي الضوء عليها، تجربه الكابتن ايمن الرمادي، مش التجربه السنه دي ولا السنه اللي فاتت، لا تجربه مرت عبر حوالي 20 سنه في دوري الخليج العربي وفي الامارات، لكن تحديدا مع نادي عجمان الموسم الماضي والموسم الحالي كنا محتاجين ان احنا نتكلم عليها شويه ونعرف الجمهور المصري ازاي مدرب مصري كان متواجد في الامارات وسط مدربين اجانب متميزين جدا، لكن عمل اسم وعمل فرقه كوره وعمل نتائج جيده حتى هذه اللحظات، وكل التوفيق ليه يا رب خلال الفتره القادمه. بعد الفاصل باذن الله زميلي عمر ربيع ياسين معه الكابتن احمد بلال، واطلاله مهمه جدا ايضا على مباراه الاهلي وشبيبه الثوره الجزائري باذن الله في الجوله الثانيه من مباريات المجموعه الرابعه لدوري ابطال افريقيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، ولسه مكملين معاكم في الفقرة الحوارية الثالثة في الأهلي الليلة. دائما زي ما حضراتكم متعودين دائما بكون معاكم في الفقرة الثالثة، بكون معاكم في فقرة الكرة العالمية، لكن النهاردة معنا فقرة مختلفة، معنا واحد من نجوم النادي الأهلي وواحد من أعظم فراودة النادي الأهلي اللي متعنا كتير جدا بأهدافه. هنتكلم عن النهارده ده بشكل مختلف، كل مره بيجي يتكلم معانا عن النادي الاهلي والماتشات اللي جايه ورايه الفني وتحليلاته، لكن هناخده كده شويه ونرجع بالذاكره لورا عشان نفكر كل الساده المشاهدين تاريخه العظيم والمشرف. وهنتكلم معاه ايضا في مشكله النادي الاهلي يوم الجمعه القادم في مباراته القادمه، هيلعب بدون راس حربه، ازاي النادي الاهلي هيلعب مباراته القادمه. بيشرفني وبينورني واحد من نجوم النادي الاهلي ومنتخب مصر الكابتن احمد بلال. كابتن احمد ازيك يا عمر؟ الحمد لله، اخبارك كله تمام؟ كله تمام الحمد لله. يعني يا كابتن كل مره تبقى موجود بنتكلم معاك على التحليلات وبنتكلم معاك على الاهلي يلعب ازاي بقى وازاي الاهلي يكسب والاهلي ازاي يعمل تغييرات، لكن النهارده كابتن عايز اتكلم معاك بقى بشكل مختلف، وعايزين نرجع بالتاريخ لورا، وعايزين يعني عايز اروح مع حضرتك كده. يعني كابتن احمد بلال غير مفهوم راس الحربه في مصر. كابتن احمد بلال يعني كنا متعودين نشوف راس الحربه بنيان قوي، طول، عرض، محطة، لكن أحمد بلال غير كل النظريات دي كلها، وبقى واحد من أعظم فراودة النادي الأهلي بالرغم من أنه جسمه مش طويل مش قوي، لكن حضرتك كان عندك حاجة مختلفة عن بقية الفراودة اللي موجودين كلهم في مصر. ربنا يخليك طبعا، يعني بشكرك التعليل الحلو ده، بس مين قالك انا مش قوي يعني؟ ما انت يعني شايفني. احنا بنتكلم يا كابتن على يعني في كابتن راس حربه تشوفه كده تلاقي طول بعرض، فهو طول عليه ده العيب ده، لكن كابتن احمد بلال كان مميز ان هو بيعرف يحافظ على الكوره، كان دايما بيعرف مفيش مساك يعرف ياخد من الكوره ابدا. الحمد لله. بص هقول لك على حاجه، يمكن
من وانا صغير تمام. طبعا كنت بتفرج على كل الدوري المصري سواء اذا مثلا كابتن حسام حسن والناس الكبيره كابتن خطيب كابتن طارق وزير الناس الكبيره اللي كانت بتلعب في مركز المهاجم سواء اذا كان رقم 9 او رقم 10 وكمان كنت بتفرج على اللعيبه بتاعه اوروبا كلها يعني كل الفراوده اللي مروا على يعني على كل العصور. طب ما انت كابتن ما قلتش اسماء بره. انا عايز اعرف رونالدو باتيستوتا ناس كلينسمان واحد من الناس يعني كل واحد كان عنده فانستر روي تمام من الناس برضو اللي انا حبيتها جدا وحبيت اسلوب لعبها وطريقه لعبها. في اسماء كتيره جدا يعني انا فرقت اسماء كتيره جدا الحمد لله. كان في اندي كول ويورك برضو طبعاً. طبعا مانشستر يونايتد اكيد طبعا يعني الان شيرر كان موجود برضو كان في الدوري الانجليزي وكان هداف طبعا الدوري الانجليزي طبعا يعني. ففي اسماء كتيره جدا انا كنت بتابعها كنت بحاول اعمل مزيج من يعني مختلف شويه. احنا كنا دايما راس الحربه هنا في مصر اللي يقف بس في ال 18 كره تجيله بالعرض يحطها بدماغه تمام صح كده هو كان كده يعني كانت هي كانت الاصل في الفرويد عندنا في مصر كان كده. حتى وانا كنت بتفرج على كده انك الفرويد بيلعب في البوكس يتلعب الكره بالعرض يلعبها بدماغه تتلعب يخش برجله يحطها يقطع القريبه كان الكلام ده. فحبيت ان انا ابقى مختلف شويه بقى عندي يعني فكر شويه يعني قريب من الفكر بتاع اوروبا يعني اللي هو ايه يقدر على ال 18 ان هو يقدر يشوط يقدر يرقص ترقيصه ويحط الكره بليسنج يقدر يلعب الكره بنغم المكان يقدر يطلع على اطراف الملعب ويعمل اسيست تمام. يعني احنا كان مثلا كان الفراوده في مصر كان قليل جدا لما تلاقي واحد بيطلع على طرف الملعب ويعمل كروس قليل. فابتديت العب اطور الحته دي من نفسي انا اطورها يعني اشتغل عليها بشكل كبير ان انا ازاي اطلع على طرف ملعب اعمل كروس. انا عملت اسيست كتير جدا على فكره. هو انت قبل الهوا كنت بتقول عامل 8 نزل كدابين لا احنا بنتكلم على الدوريات. احنا كانوا مفصلين كل بطوله يعني كابتن احمد بلال في الدوري ارقامه كذا في افريقيا. هذا كابتن من اللعيبه اللي حصلوا اعتقد على كل الالقاب مع النادي الاهلي الحمد افريقيا لله. اخذت دوري سوبر افريقي سوبر مصري كل البطولات كاس مصر كل البطولات الحمد لله واحترفت كمان بره بالظبط احترفت بره الحمد لله. كانت تجربه صغيره في تركيا. فعايز اقول لك يعني الحمد لله يمكن انا كان ليا فترات كتيره جدا في النادي الاهلي الحمد لله كنت بعمل كل حاجه في الكوره يعني ارقص تلاقي اشوط من بره اهداف من بره 18 بدماغي اعمل اسيست اشتغل كنت كل حاجه بحاول ان انا في التدريب اشتغل عليها. يعني حتى كمان انا في اوقات في التدريبات والكلام ده يمكن اول مره اقوله كنت بلعب رجل يمين بس واوقات بلعب رجل شمال بس. انا احمد بلال مع نفسي بتنمي يا كابتن انا مع نفسي بالظبط مهارات حضرتك بالزبط. سواء انك تبقى مميز مش بس برجل واحده لا بالظبط يعني انا مثلا انا ليا جوان كتير جدا بشمالي بشوط بشمالي وبقطم بشمالي وبلعبها بشمالي. صدفه كابتن بلال؟ لا مش صدفه طبعا بس تمرين يا كابتن بلال مش حاجه اسمها في الكره بالظبط. الصدفه دي مش موجوده في كره القدم. كل حاجه بالتدريب كل حاجه بالشغل. انا بقول لك كان في اوقات في التدريبات النهارده بقول هلعب بشمالي بس استلم بالشمال ارقص بالشمال اشوط بالشمال كل حاجه كنت بشتغل بالحته دي عشان انمي القدرات بتاعتي. انا اشتغل على ما يبقاش عندي حاجه اسمها ايه انت عندك عيب في الحته دي. يعني في اوقات كتير جدا بتشوف لعيب لما الكره تجيله على شماله يبقى لسه عايز يعدل على اليمين ويحط ويشوط. في واحد اشول يبقى عايز يجيب الكره على شماله ويعدل ويشوط. لا ما كنتش بعمل الحته دي كنت بقول لا انا لازم اشتغل برجلين الاثنين لازم الاثنين يكونوا شغالين زي بعض في نفس التوقيت. لازم الفينش بتاعي لو جت على الشمال تبقى بالشمال لو جت على اليمين تبقى باليمين لو بالشمال وبليسنج اعملها بالشمال وبليسنج لو باليمين هشتغل عليها باليمين. هو ده اللي كنت بشتغل عليه. عشان كده الحمد لله وصلت في فتره من فترات ان انا كنت بجيب جون من اي مكان وباي حته برجل الشمال بجيب باليمين بجيب بدماغي بجيب. الحمد لله رب العالمين. مع ان انا برده مش طويل يعني في ناس اطول مني كتير. ما هو ده بقى حضرتك ما انا بتكلم ان في الاول حضرتك غيرت المفهوم والمنظوم بتاع راس الحربه. انت راس الحربه يا كابتن او اللعيبه اللي كانت موجوده في الجيل بتاعك كلهم عمالقه يعني طول الاجسام كتير. احنا بنتكلم على كابتن علي ماهر صح نتكلم على تشيرنو نتكلم على علي ابراهيم صح فكابتن احمد بلال وجودهم طبعا كابتن حسام طبعا لكن كابتن بلال كانوا في الثمانينات انا بس اخر السبعينات دلوقتي يا كابتن بلال احنا كنا بنتكلم وقلت ان حضرتك سبحان الله في البدايه مع النادي الاهلي يعني حصل لك بعض الصعوبات ما كنتش بتشارك اصابات ما كنتش موجود فتره الاعداد وكمان وصل بيك الحال ان مستر داكسي تقريبا كان ليه كلام مع حضرتك ان هو كان حاطك بره الحسابات خالص. مستر ديكسي يمكن انا كنت بلعب مع تسوبل يعني تسوبل يعني مستر تسوبل وانا عندي 18 سنه قال لك انا عايز احمد بلال يلعب معايا ولعبت معاه بطوله افريقيا وسجلت اهداف في بطوله افريقيا تمام واشتغلت بالشكل ده بشكل كويس الحمد لله. جه مستر ديكسي تاني موسم على طول بعديها كنت انا تعورت جالي اصابه في الانكل وقعدت يمكن شهرين وشويه فما حضرتش فتره الاعداد.
فجيت بتكلم معاه كان ساعتها في حوالي 6 7 فراوده في النادي الاهلي، كان علاء ابراهيم موجود تمام. وكان علي ماهر موجود وكان تشيرنو موجود وكان روبرت اكروي موجود ومحمد فاروق موجود واحمد صلاح حسني موجود ووليد صلاح الدين، يعني كان برضو عارف انت بيلعب شويه حته في الحته دي بيلعب في المكان ده، وكلهم اكبر مني في السن يعني كلهم لهم كل تقدير والاحترام طبعا يعني. فجي مستر ديكسي قاعد معايا في بدايه الموسم قال لي انت مش انا مش هتلعب معايا ده لوحده كده ولا حضرتك رحت سالته؟ لا انا رحت بقى انا كنت خلاص رجعت من الاصابه فبتمرن فبساله يعني بقول له انا يعني ايه وضعي فين دوري في الفرقه يعني. فقال لي لا انت مش هيبقى ليك دور معايا السنه دي. قلت له السنه دي عارف انت السنه دي تخض يعني فاهم يعني كلمه السنه دي تخض يعني طويله يا كابتن كمان يعني السنه دي موسم طويل طبعا ولا شهرين يعني اصل لو الفتره دي ماشي ممكن يعني اتمرن واجتهد لا قال لي لا مالكش فتره. قلت له يعني ايه السنه دي مش فاهم. قال لي انا معايا 6 فراوده كلهم اكبر منك سنا واكتر منك خبره وانا محتاج اركز معاهم مش عايز عدد كبير في الملعب وانا هركز مع دول وانت تقول طب كان ساعتها كان لاعب صديق كان واقف جنبي ولا يعني هو كان بيترجم كان على صح اكبر مش انجليزي يعني كان كابتن علاء بيترجم يعني فقلت له يا كابتن علاء الكلام ده معناه ايه؟ قال لي هو بقول حتى كمان يعني التمرين مش يعني هتبقى صعب تتمرن معايا. قلت له يا كابتن يعني هي كره بالسن انت حضرتك لعبت كره قبل كده وعارف اكيد يعني الكره بالسن ولا يعني يعني عشان ابقى فاهم بس انتوا الفكره يعني عند المدير الفني عشان ابقى فاهمها يعني فاهم. قال لي يا بلال لا هو الراجل شايف انه عنده عدد كفايه وانت قلت له هو شافني. قال لي لا ما شافكش. قلت له طب يبقى اكيد كابتن ما عندوش فكره يعني. طيب قلت له اكيد ما عندوش فكره يعني. قلت له بس يا كابتن اقول لك على حاجه ما هو انت خلاص بقى يعني انت بره الفرقه يعني. فقلت له لك على حاجه بص المدرب ما اقتنعش باحمد بلال يبقى ما عندوش فكره وش كده كده على طول وش بص على طول بص انت بتخبط فيا خربانه خربانه يا كابتن بلال خلاص ما هو بيقول لك بيقول لي السنه دي انت مش موجود فاهم يعني انت عارف يعني السنه دي مش موجود. قلت له يا كابتن بص المدرب ما اقتنعش بيا انا كانت لسه عندي 19 سنه يعني. قلت له المدرب ما اقتنعش بيا وما عندوش فكره بس مش هقدر اقول لك اكتر من كده. قال لي ازاي يا بلال ايه الكلام اللي بتقوله ده؟ قلت له زي ما بقول لحضرتك كده لو هو مش مقتنع بيا قول له انا بقول لك انت يعني على قدك بالظبط كده بس السلام عليكم يا كابتن. بعدين يا كابتن ايه اللي حصل؟ بعد كده ما رحتش الاهلي النادي الاهلي تاني قعدت 6 شهور في البيت. 6 شهور كابتن احمد بلال قاعد في البيت بيكلموني في الناشئين انا كنت مقاعد في الناشئين طبعا يعني. كنت تحت السن فكان ساعتها كابتن ضياء السيد اللي ماسك تحت كابتن محمد رمضان كان مدير قطاع الناشئين فكلمني كابتن رمضان بيقول لي هم بلغوني ان انت هتيجي تمرن معايا. قلت له يا كابتن وانا ببلغك الناحيه الثانيه مش هاجي يعني طب كابتن 6 شهور لا في البيت مفيش ما بتتمرنش خد بالك انا نفسيا يعني عارف طبعًا الموضوع طبعًا صعب جدا طبعا اكتر بلعب اساسي مع تسوبل وبعدين اتعورت وبعدين الراجل جه ما حضرتش معاه اول فتره فقال لك لا خلاص انا مكتفي بالعدد اللي موجود. طب يا كابتن بلال انا عارف ان حضرتك نفسيا كنت يعني محطم وكنت متضايق جدا وما كنتش متوقع السيناريو اللي ممكن يحصل. بص هقول لك متضايق لان خد بالك يعني في لعيبه بتحس بامكانياتها انا بحس بامكانياتي يعني انا عارف امكانياتي كويس فبالتالي باخد رد الفعل عليها فاهم يعني ممكن واحد تاني يقول لك خلاص انا هجتهد وهصبر فاهم قصدي ويمسك ايديه كده وخلاص ماشي لكن انا رد فعل هو ساعتها طبعا انت عندك 19 سنه لو حد قال لي يعني لو انا بيرجع بيا الزمن اكيد مش هعمل كده طبعا يعني ولا هرد عليه كده ولا هعمل كده لكن يعني انا قلت لهم لكن انا كابتن محمد رمضان بس انا الراجل ده بحترمه جدا طبعًا جدا ومن الناس على فكره يعني اللي فعلا عقلية مش ممكن يعني قويه جدا يعني الحقيقه. فقلت له يا كابتن هو يعني مستر كابتن العبصات بلغك ان انا معاك وانا بلغك ان انا مش معاك. فقال لي يعني قلت له مش هيجي. طب يعني هتعمل ايه؟ قلت له مش عارف مش عارف بس كان بيضحك في التليفون كان والله ما ينفعش الكلام قال لي طب تعالى اقعد معايا. قلت له يا كابتن اسف مش هقدر اقعد معاك. قال لي يعني ايه؟ قلت له مش هقدر يا كابتن انا مش هقدر اجي النادي دلوقتي تاني خالص. اديني فرصه كده اقعد مع نفسي شويه وبعدين اجي. طب يا كابتن 6 شهور كنت بتعمل فيهم ايه يعني هل كان في تدريبات ولا حضرتك كنت بدرس مكتئب وقاعد في بدرس يعني كنت بتطلع غلك في الدراسه كنت بدرس ساعتها انا في كليه التجاره وبعدين كنت بروح بقى العب خماسي كده يعني العب دوري الشركات فاهم بس انا كنت تعب ما كنتش قادر ادخل النادي بصراحه ما كنتش قادر يعني دي حاجه غلط يعني دي حاجه انا لو راجع بيها الزمن هقول ان انا مش هعمل كده تاني اكيد بس انا رد فعل كان صعب قوي فاهمني انت بتلعب اساسي مع كل الموجودين وبعدين فجاه لقيت نفسك بره يعني
كل الاحلام والطموحات اللي انت بنيتها فجاه بدون يعني بدون مسببات يعني بدون اي اسباب بدون اي مقدمات لقيتها مش موجود فجاه انت مش معانا بس خلاص مش معانا ليه العدد كفايه يعني مش معانا مثلا لو انت وحش يبقى خلاص انت عارف ان انت وحش وان انت مثلا ادائك مش كويس او 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 انما عشان العدد كتير يعني انت بقى تستنى انزل نيكس لا هتستنى ابزر هتستنى لحد ما 3 4 يتعوروا ربنا يسهل والله قعدت 6 شهور وبعدين لقيت انا عايز اعرف بعد كده بقى ايه اللي حصل بقى يا كابتن كابتن رمضان كلمني تمام تاني كلمني قال لي كان ساعتها ليا فلوس في النادي يعني فكلمني قال لي بص انت ليك فلوس في النادي قد كذا فتعال خدها قلت له طيب يا كابتن لو ليا فلوس هاخد اي حاجه ثانيه لا قال لي طب تعالى هو كان بيحبني كابتن رمضان فقال لي قلت له طيب يا كابتن ماشي انا هاجي اخد الفلوس بتاعتي فروحت قعدت ما لقيت فعلا ليا فلوس هناك وانا بيني وبينك ما كانش معايا فلوس خالص ساعتها ولا بقبض ولا اي حاجه كنت وقتها بتصرف بس قوي وكنت باخد من ابويا وامي الله يرحمهم يعني فروحت النادي لقيته في فلوس حلوه يعني مش قليله تمام كل ماتش تقريبا لعبته في الفرقه في الفريق الاول كان تقريبا ب 1000 جنيه ساعتها فلقيت وانا كان عادي ديون وحاجه حالة صعبه جدا يعني فروحت الكابتن رمضان كلمني قال لي بقول لك ايه باقي شهرين وينتهي الموسم اللي تحت وهنلعب يعني خلصنا قطاعات وهنلعب دوري الجمهوريه اللي هو الدوري الممتاز زي الدوري الممتاز بالظبط تمام وساعتها كان الفريق الاول كمان بيلعب فقلت له يا كابتن يعني مش فاهم يعني تعالى العب كده قال لي يعني تعالى العب وفرصه هنلعب ساعتها في التتش يعني كان الماتشات الاولى كانت في مدينه نصر بيلعبوا قال لي هنلعب ساعتها في التتش وهم الناس موجوده والراجل موجود قلت له يا كابتن لو هتديني فلوس هلعب مش هتديني فلوس مش هلعب على طول محترف مش محترف ولا حاجه بس يعني عارف انت يعني لا ما السنه اللي بعديها كان الناشئين لحد 19 سنه فانا كده فانا عامل حساب ان انا ماشي خلاص فاهم قصدي فقلت له هتديني فلوس هلعب مش هديني فلوس خلاص يبقى انا مش هاجي ومش هتعب نفسي تمام قال لي طيب هديك فلوس ماشي على كل ماتش هديك 1000 جنيه لا كابتن رمضان ذكي جدا كابتن رمضان بيعرف يتعامل نفسيا مع جداً مع اي نوع من انواع اللعيبه جدا ما شاء الله كان في 6 ماتشات 3 كنا بنلعب الاسماعيلي والزمالك واسماعيلي والزمالك والمقاولين يعني 6-3 رايح و3 جاي تمام هم دول كانت اللي هو التصفيه الاخيره يعني هناخد بطل بقى يبقى بطل الجمهوريه فقلت له طيب يا كابتن رمضان هاجي العب معاك لعبت 6 ماتشات دول جبت بتاع 8 اهداف ماشي وفي الزمالك جبت وفي المقاولين جبت وفي الاسماعيلي جبت عندنا وكان كل الماتشات تتلعب قدام ديكسي هو طبعا مش شايف يعني مش عامل حساب فكل ماتش طبعا اطلع اجيب لي جونين 3 يعني في الاسماعيلي جبت 3 اجوان ماشي في المقاولين تقريبا جبت 4 وفي الزمالك اتعادلنا 1-1 وجبت الجول فاهم فكل ماتش يطلع كابتن رمضان يقول لي بص عالمي بص انا كلمت الراجل عليك قلت له ما تتعبش نفسك يا كابتن هو العدد عنده كبير يا كابتن ومش هيلاعبني غير لما ايه العدد يقل كابتن رمضان لا عايز تجيب لي عور حد بس موجوده قلت له يا كابتن انا جيت طبعا يعني اي نعم انا قصرت كتير بس انا ايه رايك؟ انا كنت بروح اقعد على فوق على المكتب عنده فوق مش على الكرسي اقعد فوق عند كابتن رمضان يعني هو بصراحه كان بيتعامل معانا بشكل محترم جدا هو كان بيحبنا جدا يعني هو كان مقتنع يعني هو بيقول لي بص انا مقتنع بيك ايا كان رد الفعل الناس اللي فوق بس انا مقتنع بامكانياتك يعني عارف ان انت عندك امكانيات كبيره ممكن ما يكونش في حتى نصيب في النادي الاهلي بس فيما بعد ممكن يكون ليك نصيب كويس قلت له طيب خلاص خلصنا اللعب بالظبط خلص الموسم خلصته وانتوا بطل الجمهوريه خلاص خلاص وولع وخلاص وبتجهز نفسك انك تمشي يا كابتن بلال خلاص انا جالي عروض كتيره انا جالي عروض كتيره ساعتها انا جالي الاتحاد السكندري وجالي الاسماعيلي وجالي المصري وجالي حاجات كتيره جدا انا يعني انا قاعد في بيتنا مثلا لحد ما ايه تقريبا كان شهر 6 بيخلص وطبعا ديكس والاهلي ما كانوش شايفين الفتره دي خالص لا خالص 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 الاهلي كان وحش قوي ايوه بالظبط الاهلي كان ماشي بشكل سيء بس من فضل الله الاهلي خد البطوله في بطوله الكاس أيوة بس على جمهور الاهلي طبعا كان غضبان جدا وزعلان جدا وكان جمهور الاهلي متضايق جدا جدا لان كان الوضع في الدوري كان مسيء جدا يعني كان سيء للغايه يعني يعني ده معناه ان انا صدقت نبوتي يعني فرحت خلصت مستني بقى كان جالك عروض كتيره بس انا لحد 1-6 ما فيش حد كلمني فانا عارف انت 1-6 قاعد في بيتكم عمل بقى ضغط الكره فبس بعد شهر 6 لقيت بقى ناس كتير قوي جدا بتكلمني وبيتفقوا معايا وبقى وابتديت بقى ايه اقول ارقام بقى فاهم الارقام اللي انا كنت بحلم بيها زمان ابتديت اقول احلامك بتتحقق فلحد ما جه كابتن شوقي غريب كلمني في التليفون كان هم بيلعبوا كاس عالم هناك كانوا واخدين ثالث كاس عالم فلقيته بيتصل بيا بيقول لي انت فين فقلت له انا بلعب دوري الشركات ساعتها بلعب دوري الشركات فقلت له بعمل كذا كذا قال لي طب كويس انا عايزك تيجي لي كندا
عامل يا كابتن في كندا، قال لي عندنا بطوله اسمها الفرانكفون وانا تعالى العب معايا دي 79-80. قلت له طيب. قال لي بس بص كابتن حسن شحاته بيمرن فريق الشباب، روح اتمرن معاه اسبوع كده وعشر ايام وعد نفسك كويس وتعالى لي. قلت له طيب ماشي. فرحت عدت الفريق. حلوه طبعا. حلوه جدا بس كانت فريق حلو تغيير جو جدا بصراحه. والمهم سافرت هناك انا رايح طبعا مبسوط جدا يعني، بس رايح عارف يعني كل الخنقه اللي انت فيها والغضب والزعل وخلاص، وانت ماشي من الاهلي خد بالك، وانت اصلا ماشي من الاهلي خلاص، انا صح. انا بره الاهلي خلاص، انا رجلي بره الاهلي خالص، الموضوع بقى اصبح منتهي يعني فاهم، حتى يعني مفيش كلام ان انت هتتعيد، مفيش اي حاجه، مش حد يكلمك. فروحت الفرانكفون، كابتن شغري قال لي بص العب زي ما انت عايز مفيش اي قيود خالص، احنا واخدين بطوله كاس، واخدين تالت عالم، الامور بالنسبه لنا حلوه، فانزل العب ومتع نفسك يعني. نزلت لعبت، عملت بطوله رائعه جدا جدا جدا، كنت هداف المنتخب في البطوله دي. خلصت بقى هناك ولقيت بقى كل مصر، كل العالم بيكلموني انا هناك على التليفون، كل الاسماعيلي والمصري والزمالك وكل الفرق، لقيت كل الفرق بتتصل، كل الناس بيكلموني، حتى الايجنتس يعني السماسره كلهم بيكلموني، طب ده هنوديك حته، هنوديك هنوديك. حتى كمان كان جالي عرض ساعتها من بعد البطوله دي في بلجيكا، هناك كان في واحد سمسار كان جايب لي عرض كده في بلجيكا، وقال لي خلاص انت بعد البطوله ان شاء الله نطلع نسافر نروح بلجيكا، وانت انا عارف ان انت فري، وكان الاهلي فات معاد التأييد وما حدش أيد خالص. يعني يا كابتن عدى 15 يوم عشان بس نوضح للساده المشاهدين بالزبط. ان في نهايه كل موسم اللعيب اللي ما يتمش تأييده او ما يتمش تبليغه ان هو مش مقيد مع الفريق بعد 15 يوم من اخر مباراه يحق ليه ان هو يرحل عن النادي بدون اي مقابل. صح بالظبط. وتاخد 25%. بس انا لو ما بلغكش، ما انا ما كانش لي ما كنتش عامل عقد، ما كانش في عقد، فكده كابتن احمد بلال فري خلاص ومستني الخطوه اللي جايه بالظبط كده. فانا لقيت كابتن شوقي بيكلمني هناك بيقول لي الاهلي عايزينك في البرتغال. قلت له يعني ايه يا كابتن عايزين في البرتغال؟ قال لي هم اتصلوا بيا. طب لحظه بس كده دلوقتي مستر ديكسي كان موجود ولا ماشي خلاص بقى؟ ما احنا دي حته مهمه بقى. كان ماشي، ما هو السنه خلاص. خلصت، هم مشوه اصلا، مشوه قبل الكاس ما يخلص اساسا. انت عرفت ان مختار واخد الكاس تقريبا مع الاهلي. انت عرفت ان مستر ديكسي مشي خلاص تمام، وبلغوك ان مستر مانويل جوزيه بس كابتن علاء بصراحه كان موجود، مختار كان موجود كان موجودين، فبلغوك او حضرتك عرفت ان في مدير فني جديد تمام جه للنادي الاهلي، فقلت طبيعي ان الناس اللي موجوده هتبلغوا مين اللي كان بيلعب. مين اللي خاصه ان ما حدش كلمني اصلا بعد ما السيزون خلص، يعني انت السيزون خلص ما حدش كلمك خالص. ماشي حلو. فانا بقول لك فوجئت، لقيت كابتن شاه غريب بيقول لي لا ده في الاهلي عايزين يعني عايزينك تروح البرتغال يتفرجوا عليك. قلت له لا مش هروح. اروح؟ قال لي طب ليه مش عايز تروح؟ قلت له يا كابتن لا ما انا هم ما حدش كلمني وانا مشيت وانا اوريدي اتفقت مع ناس ثانيه، ف طب هروح اعمل ايه؟ وبعدين هم اشتروا ناس جديده فمفيش يعني مفيش فرصه يعني. كان حد مشى يا كابتن بلال الفتره دي؟ لا ما كانش حد مشى خالص. لسه كان لسه تقييم مستر جوزيه لسه لا خالص. لا 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 خالص. وما كنتش اعرف اصلا مين المدير الفني جاي الاهلي، ما كنت انا بقول لك كنت انا في كندا فما اعرفش مين تعاقده مع مين. فقلت له يا كابتن لا انا بعد اذنك انا هسافر على مصر مع الناس اللي راجعه، عشان انا في ناس يعني في ناس كتير بتكلمني اقعد معاك. لا هتروح الاهلي. كابتن شوقي قال لك لا. لا قال لي لا مش هينفع ترجع مصر، لازم هتروح على الاهلي عشان هم عايزينك هناك، وانا قلت لهم ان انا هبعتك يعني على هناك. قلت له طيب يا كابتن ماشي. رحت البرتغال من كندا على البرتغال على طول. اتمرنت هناك وبعدين كان في ماتشات وديه ما لعبتش ولا ماتش، ويمكن انا الوحيد من الفرق يعني رضا شحاته لاعب وابو مسلم وشيتوس وكل الناس لعب. انا الوحيد كل الناس اللي جايه من المنتخب انا الوحيد اللاعب الوحيد ما لعبش ولا حتى شوط هناك. طب انا عايز اعرف بس وما زعلتش خالص على بس فكرة. انا عايز اعرف حضرتك رحت البرتغال قلت مستر مانويل جوزيه ايه الانطباع الاول؟ ولا اي حاجه، ولا هو اتكلم معاك ولا اتكلم معايا ولا انا اتكلمت ولا اي حاجه خالص. انا رحت سلمت على ناس. طب في تدريب كانوا قدامهم بالظبط والله اسبوع تقريبا هناك، كان ماتشين ثلاثه والدين انا كنت بتدرب بس مش عايز ابطل بقى خلاص، انا كملت تدريب بتمرن كويس سيريس يعني وبس الماتشات بتيجي ما بلعبش خلاص. نزلنا القاهره النحادي انا مش في، ما هو انا انت مش في الفكره اصلا يعني، بس يعني هو الراجل بيشوفك في التدريبات، ممكن يكون عايز يشوفك في التدريبات او في فرصه عايز يشوفك بس ما جاتش الفرصه يعني تمام، لان كان في بطوله افريقيا قريبه جدا وكان فيها اسم مقيده في بطوله افريقيا وكان النادي الاهلي عنده بطوله افريقيا. ف رحت نزلنا على مصر على طول، كان في ماتش مباراه ريال مدريد قبليها على طول، فكنا حتى في التدريب فانا خلاص ابتديت ارتب اوضاعي ان انا ماشي، وابتديت ارتب مع الفرق اللي انا
يعني كانت هروح بلجيكا كابتن ولا كنت جوه مصر؟ آه لا خلاص كنت، لا كنت عايز اخد بقى الخطوه بتاعت بلجيكا يعني، فاهم قصدي؟ وظبطت ورتبت مع الراجل الايجنت اللي كان جايب العقد، كان ساندو ديليج مثلا ولا اندر ليخت ولا يعني انا عارف الاسماء صعبه في بلجيكا يعني، احنا لو اتكلمنا بس انا مش كلوب بروج لا طيب خلاص مش مشكله، والله مش فاكر النادي، هنفتكر 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 بعد باذن الله. طيب. وخلاص ورتبت نفسي على كده. فبعدين مستر مانويل جوزيه كان يعني كان في تدريب، فهو كان التدريبات بالشنكار دي من الحاجات الخفيف يعني، انا عارف بس مانويل جوزيه كان حريص جدا ان هو كل لاعب ينزل بالشنجارد. فقال لي يا جماعه التدريبات بقى كده بالشنجارد تمام، وانا ما خدتش بالي يعني ما ركزتش يعني. فانا نزلت التمرين، كنا بنتمرن في فريق نصر وانت عارف اوضه اللبس بعيده جدا 2 كيلو يعني على الملعب الكبير. فالمهم جالي كده، انت فين الشنكار بتاعك؟ قلت له ما بتمرنش بشنكار. اول كلاش قال لي ليه؟ قلت له ما بعرفش اتمرن بيه. قال لي التمرين ما فيش تمرين غير بالشنكار، اطلع هات. قلت له مش هجيبه. نهار ابيض يا كابتن، ده وش كده مع مستر مش هجيبه. قال لي يعني انت ما خدتش تتمرن؟ قلت له خلاص مش عايز. على طول اول بص انت ما لعبتش وانت تتمرن وخلاص هتمشي ومش متأيد اصلا تمام تقريبا يعني والله. المهم ف طب بره؟ قلت له حاضر ماشي بره. قمت ماشي، كابتن مختار نادى عليا بلال راح فين؟ قلت له كابتن، وقال لي انت مش هتتمرن. فانا ماشي تعب كابتن مختار بقى، يا ولد يا بلال يا ولد يا ولد يا بلال ما عيب يا ولد كده مختار جميل انزل هات. قلت له والله يا كابتن هجيبه. طب ابعت اجيبه لك؟ قلت له لا ماشي. بس راح بعد كابتن مختار سياسي يعني بيحاول يوصل لحيوم بالظبط. هو كابتن مختار يعني هو كان بيحبني وهو مقتنع بيا كابتن مختار يعني. فالمهم طلعت بره التمرين وما اتمرنتش برضه بعد كل المحاولات. خلاص لا خلاص عشان شنجارد واحد حضرتك مش عايز تجي مش عايز لا خلاص ماشي. راحوا ريال مدريد، ما كنتش موجود في الفرقه تمام. رحت الملعب وشفت الناس وبتاع، بس ما كنتش يعني في السكور خالص. وبعدين كابتن ضياء السيد عادي يعمل معايا محاولات لحد ما مضاني على استماره. ورحت والنادي الاهلي لعب اول ماتش السويس في السويس واتغلبنا 1-0 هناك، اول ماتش في الدوري العام مع مستر مانو. بدايه ايه؟ مفيش اوحش من كده. لقيتهم بقى بيكلموني مستر مانويل نادى عليا قال لي بص انا شايف انت بتمرن كويس، بتمرن كويس، احنا هاخد بالك الفتره ما بيكلمنيش خالص، انا بتمرن او خلاص يعني بتمرن جد يعني، لان عندي امل ان انا هسافر يعني فاهم. فقال لي انا هاخدك معايا الماتش اللي جاي. فقلت له ماتش ايه؟ قال لي عندنا ماتش الاتحاد اللي جاي ده كمان اسبوع. كان في اسكندريه يا كابتن؟ لا في القاهره. كان في القاهره. والماتش ما كانش مذاع. قلت له طيب بس انا مش عايز العب، عايز امشي. فقال لي لا هتلعب معانا الماتش، وبعدين بنفكر في موضوع انك تمشي ده، بنفكر مين نتكلم مع علاء مع صديق يعني. قلت له كابتن علاء لا انا عايز امشي مش عايز اقعد. قال لي يعني انت مش عايز تلعب؟ قلت له عايز العب بس عايز امشي. فالمهم فلعبت الماتش، كسبنا 2-1 ولا 1-0، 1-0 انا اللي جبت الجول الماتش ده، كسبنا 1-0. بعديه على طول برضو بس كابتن ما كانش مذيع الماتش، ما كانش مذيع لا كان في الاستاد. في ايه حظ الدنيا عامله ايه؟ حظ حظ بص حظ صعب جدا. بص خد بالك وفضلت وبعدين انا كابتن ده انت مش يعني ده انت كابتن لو واحد مكانك ده كان مش زمانه بطل كوره، ده كان زمانه غير المجال اصلا خالص. انا عايز اقول لك راح لعب كره سله من 8 من شهر 8 شهر 1 شهر 1 بتمرن بس على امل واجلت موضوع بلجيكا ومضيت مع الاهلي بعد ما قالوا لي بعد ما ضحكوا عليا ولعبوني الماتش ده ماتش الاتحاد ماتش الاتحاد كسبت 1-0 وانت اللي جبت بس ما كنتش مخيط في افريقيا. فطبعا انت عارف الاولاد بتبقى للمخيدين يعني فاهم قصدي؟ ما كنتش مخيط في افريقيا فخلاص الناس بتلعب وانت غصب عنك يعني. فانا ركزت قلت بس انا اركز في التدريبات وبتاع وشهر واحد ان شاء الله انا لسه صغير عندي 20 سنه وشهر واحد ان شاء الله يبقى في امل. المهم فضلت اتمرن كويس قوي تمام مفيش اي مشكله خالص، لان انا مش يعني خلاص الهدف مش انك تلعب بقى خلاص، لان خلاص بقت بعيده فاهم قصدي؟ مين يا كابتن كان هجوم النادي الاهلي؟ كان هجوم النادي الاهلي كان نفس اللعيبه تقريبا نفس اللعيبه كان بيعتمد مستر جوزيه على كان برضو علي ماهر كان موجود برضو بس كان في صفقه خالد كابتن خالد بيبو كان ضغط عليه خالد بيبو طبعا كان موجود ساعتها خالد بيبو مع الفرقه فكان برضو لعيبه عندها امكانيات كبيره بس انت بالنسبه لك انا بقى كاحمد الهدف ما كانش انك تلعب لان خلاص انت شايف الهدف ده بعيد خلاص فاهم. فابتديت اركز ان انا اسافر. جه شهر واحد خلاص اتفقت مع كابتن علاء واتفقت مع مستر مانويل قلت له بص انا جالي اروح اختبارات 10 ايام تمام في بلجيكا ولو في امكانيه يبقى ان شاء الله اخلص هناك وبتاع. فقال لي اوكي ما عندناش مانع.
خلاص افريقيا خلصت، بنلعب ماتش المنصوره في المنصوره، الاهلي كسب 1-0 وتعور ثلاث لعيبه مره واحده، تشيرنو تعور وعلاء ابراهيم تعور وخالد بيبو وجاله شد في الخلفيه واربعه كده انذارات وبتاع، وانا كان الماتش ده كان يوم جمعه وانا كنت مسافر يوم الجمعه بالليل، كان طيارت بالليل. كلموك الغي السفر؟ لا مش كلموني، ده هم كانوا بيحطوا السكور شيت يوم يعني يوم المعسكر. تمام. فالمهم فانا كنت بتمرن وخلاص وحضرت نفسي، يوم الخميس رحت النادي اتمرنت برضو وسلمت عليهم ومشيت على طول بعد التدريب. لقيت كابتن سعيد بيكلمني بيقول لي بلال انت فين؟ قلت له انا في البيت مسافر ان شاء الله بكره باذن الله. فقال لي لا تعالى احنا عايزينك في المعسكر. قلت له يعني ايه يا كابتن سمير معسكر ايه؟ قال لي المعسكر بتاع ماتش بكره. والله بكلمك جد. قلت له لا ما هو انا بكره ايه يا ابني انا مسافر بكره. ما كنتش مستصدينك؟ والله العظيم قلت له كنت علاء عارف ان انا مسافر. قلت له هم عارفين ومستر مان وبتاع انا سلمت عليهم النهارده اصلا في قبل ما انا كابتن احمد بلال يا كابتن سعيد. انا احمد بلال. لا ما كانش لسه احمد بلال. لا مش قصدي، ممكن يكون الاسم يعني لا نتكلم حد غيرك. انا جالك كله ما كله عارف. انا جالك في الكلام اهو. المهم فقلت له ازيك؟ قال لي والله هم قالوا ما فيش بتاع فهناخده، ما فيش حد في ال 18 قبل، ما فيش فراوده يعني في وظيفه. فقلت له بس انا مسافر. طب اديني كابتن علاء. راح جاي كابتن علاء مكلمني بلال انت فين؟ قلت له انا في البيت. قال لي هات الشنطه وتعالى على المعسكر. قلت له يا كابتن ما انت عارف ان انا مسافر بكره، انا طيارتي بكره الساعه 12 بالليل. قال لي لا احنا عايزينك بس في المعسكر وبعد يبقى بمشي من بعد الماتش على طول والله العظيم. قلت له يا كابتن امشي بعد الماتش ازاي؟ معايا شنطه سفر اجيبها للاستاد. قال لي هات الاستاد معاك. قلت له طيب ماشي. لبست الترنج وبتاعه مش خدت الشنطه بتاعه السفر وشنطه ورحت على المعسكر. وتاني يوم قاعدين كده في المحاضره وبتاع، انا طبعا رايح مش هلعب يعني ممكن عشان السكور بس يعني رحت ادي وقت لذيذ ظريف. فامير عبد الحميد قاعد جنبي. فالمهم مستر مانو هو كان ساعتها كان هو في عاده كده بينسى الاسماء شويه يعني بيقول واحد يلعب وبعدين يرجع في كلامه يقول لك سوري فلان. فالمهم الاسماء التشكيل ماشي بيلعب القناه هنا في القاهره. قال لك بلال. فانا عمال بضحك جنب امير يعني بنهزر يعني. فامير بيقول لي الحق ده بيقول اسمك. قلت له يا عم انت عارف ما هو الراجل ده انا ازاي بينسى مش اكيد مش انا يعني. فقال لي لا والله انت. قلت له لا والله مان ده كتبه. قلت له ركز بقى معاه. اتفاجئت يا كابتن انك هتلعب ماتش القناه. انا هو اصلا ما قاليش حتى وهم واخديني في المعسكر. انت كنت متفاجئ انك هتلعب قدام امر واقع الموضوع ما فيش هزار. انا عرفت ان انا هلعب وانا في المحاضره. المحاضره اللي هي قبل الماتش بساعتين مش مثلا من قبلها بشويه. فالمهم نزلت الماتش مش عارف تعمل ايه فاهم، بس انا كنت بتمرن كويس الحمد لله يعني. نزلنا الماتش كنا خسرين 1-0 تعادلنا وائل جمعه جاب الجون الاول، الجون الثاني جبت انا في الدقيقه يمكن 78 او 82، كسبنا 2-1 خلصنا الماتش الحمد لله. اسافر بقى اشوف اكل عيش. رحت بقى كان كابتن ياسين الله يرحمه موجود مرحبا. فرحت بقى اسلم عليهم كابتن عليا ان شاء الله اشوفك بقى بعد 10 ايام وبتاع وربنا ييسر حالي ان شاء الله. قال لي طيب خلاص. قال لي طب ماشي كابتن علاء. ماشي سلم عليا وبتاع المهم خدت الدش ومش عارف ولبست هدومي واخد الشنطه. لقيته بينادى عليا بيقول لي خد يا بلال عايزك تعالى. وقعد هو كان قاعد جنب كابتن طارق سليم وجنب جوزي. قال لي بص الراجل عايزك تلعب ماتش الجاي. ده وش كده كده على طول. قلت له ماتش يا كابتن. قال لي الماتش اللي جاي. قلت له كابتن بالسفر. قال لي طب استنى. قعد يتكلم معاه شويه كده اللي هو يعني بيقول له احنا خلاص احنا جبنا له السفر المره اللي فاتت وهو سافر و10 ايام وجاي وكده. قال له لا انا عايز يلعب معايا. انت عارف مستر مانو ايه يعني يعني ما بيكون عايز حاجه هي خلاص بتحصل. يعني لا انا عايز تلعب معايا الماتش الجاي. فانا قلت له فقال لي بلال مستر مانو عايزك تلعب معايا الماتش الجاي تمام. هو الراجل بيقول انا مقتنع بيه وده هيبقى كويس وبتاع. فقلت له كابتن انا عندي سفر اقول للراجل ايه الناس مستنيني في المطار. قال لي طب انا هتصل بيه. قلت له اتصل بيه يا كابتن انا عايز اسافر. اتصل بيه ايه؟ قال لي طب استنى. قعد يتكلم مع كابتن ياسين شويه. قال لي روح انت دلوقتي 5 دقايق وتعالى. فمفيش 10 دقايق ولقيته بيناديني. قال لي بص كابتن سليم ومستر مانويل وانا موجود معاهم هم عايزينك تلعب تبقى موجود الماتش اللي جاي تمام. اجل بقى سفرك ما تاجلش سفرك شوف اللي انت عايزه. مش قصتي اتصرف انت بقى مع الراجل انا كنت هكلمه دلوقتي مش هكلمه. تمام. فقلت له طب يا كابتن مش عارف. فسكت كده شويه. فمستر مانويل ناداني قال لي انت عايز تعمل ايه؟ قلت له مستر انا في فرصه جايه في بلجيكا وبتاع وعايز اسافر. قال لي بص لو لعبت وبقيت كويس عارف انت انت لسه صغير عندك 20 سنه بتسمع كلام يعني ولو لعبت وبقيت كويس وعديت بشكل كويس ممكن يجي لك فرص احسن من كده بكتير. هو بقى ابتديت ايه ابتديت افكر بقى فاهم قصدي؟ لاعب على الخطر الحساس. فكان كابتن علاء قال لي بص انا اكلم الراجل. فكلمه قال له لا بص احنا ناجل سفر بلال دلوقتي
اسبوع او 10 ايام كده لحد ما، لان احنا ما عندناش لعيبه وهو لازم يلعب الماتش الجاي. كان الماتش اللي بعديه كان يوم الاثنين، يعني سبت وحد والماتش كان الاثنين. لعبت الماتش الاثنين في البلديه، في البلديه كسبنا 2-0 جبت انا جونين، وبعديها على طول الجمعه لعبنا المصري عندنا في القاهره جبت جون. اه وبعدين بقى انطلقت، فكلمني الراجل السمسار قال لي هنسافر امتى؟ قلت له مش مسافر خالص. بص يا كابتن، دي طبعا يعني اهداف الكابتن احمد بلال، اهداف قليله طبعا، يعني لو فضلنا نجيب كل الاهداف بتوع الحلقه مش هنعرف نخلصها، لكن دي مجموعه من الاهداف يا كابتن بلال. يعني بسم الله ما شاء الله استلمت تحت ضغط، بتشوط، بتلعب بدماغك من اي حته يا كابتن، بتجيب جوال. ودايما يا كابتن بلال يعني كان في وصف المساكين اللي لعبوا على كابتن احمد بلال بيتكلموا عليه، او هم بيقولوا الوصف ان هو مدافع مهاجم ريزل، يعني مهاجم مش سهل، بيشد وبيحجز وبيلعب بكتفه. يعني يا كابتن، يعني ناس كتير اشتكوا منك كابتن في مركز المساكين. والله بص، يمكن الحمد لله، يعني انا كنت دايما حريص انه يبقى عندي كل حاجه في الكوره، يعني انا ما كنتش محمود الخطيب، يعني برقص 5-6 يعني، فاهم قصدي؟ بس كنت لو في فرصه ان انا بعرف ارقص كنت بعدي، فاهم قصدي؟ فرصه ان انا بعمل فنت بلعب عندها مثلا جول جبته بكعبي تمام في ماتش المقاولين، ماتش المقاولين تمام، حاجه كده، حاجات كابتن بيبو يعني. فالحمد لله. بص الواحد يعني خد بالك، طول ما انت بتشتغل على نفسك يا عمر، طول ما انت بتعمل يعني بتخرج كل حاجه، طول ما انت بتأدي بشكل كويس، طول ما انت بتقاتل، طول ما انت عندك هدف عايز توصل له بتعمل كل حاجه. يعني انا كنت دايما بهتم بالتدريبات اللي فيها فوت ورك كويس قوي، يعني تمام، بشتغل الحاجات اللي فيها كوردينيشن وبتاع، الحاجات الصغيره، السبرنتات القصيره، لان هي دي الشغلانه بتاعت الفرود، الحاجات القصيره. الجون ده كابتن خطير، الجون ده رهيب، مش مالي ده، خد بالك الجون ده كابتن. المباراه دي يعني من اعظم المباريات اللي كانت في تاريخ الفريقين الاهلي واسماعيلي، 4-4. دي حقيقه، دي كانت بعد ماتش السته، ما كانش ليك نصيب في ماتش السته في الاهداف. انا عملت جونين في ماتش السته، يعني لكن ماتش الاسماعيلي، يعني الجون ده يا كابتن، الجون ده يعني استلام تحت ضغط، وبعدين يا كابتن صعب قوي انك تجيب هدف والكوره تحتيك انت كراس حربه، انك تعمل السوينج برجليك وبالشمال وتحطها يا كابتن. لا يعني بصراحه يا كابتن، يعني كنت، وطبعا ده الهدف الثاني، يعني لف بدوران بقى بس عايزين الناس، عايزين اللعيبه الصغيره تتعلم، بس احط لهم الحاجات دي في اللعبه. بص كل دي كلها اللي انت بتجيبه ده كله جنب الشمال، خد بقى عشان تبقى فاهم، دي كلها حاجات بالشمال ماشي. لا الماتش الاسماعيلي الجون اللي قبل الشمال لا لا لا، في جونين في الاسماعيلي، واحد بالشمال واحد باليمين. لا كنت احنا كنت مركزين اهو، ده بتاع الزمالك بالشمال. يعني هو هنا بقى بيجيبوا لك اللي باليمين اهو، عشان برضه ايه، عشان بالشمال ده سمير على فكره، ده لا ده برجاوي، استاذ برجاوي اللي بيعرف ده بالشمال. عايزين حاجات باليمين بقى، عشان خاطر جبنا له بالشمال نجيب له باليمين عشان يبقى عارف. بس يا كابتن، هي دي بقى الانطلاقه، وهي دي البدايه مع مستر مانو الجزيري. هو ده الموسم. الموسم ده انا لعبت نص الموسم، لعبت الماتش الاول بس في الاتحاد ماشي، وسجلت فيه الهدف، وقعدت نص موسم كام ما بلعبش، وجبت يمكن انا خدت ثاني هداف دوري عام، جبت 14 جول في السيزون ده في نص موسم. لعبت 13 مباراه او 14 مباراه، سجلت 14 هدف فيه. كلموك في عقود في خلال الموسم الاهلي؟ لا الاهلي ما حدش كلمك في عقود الموسم انتهى. طيب انا كنت مبسوط، يعني انا بص موضوع الفلوس ما كانش فارق معايا بصراحه. طب العقد انت كابتن كنت لاعبها، كنت ماضي على استمارات لكابتن ضياء السيد مضاح عليه. بالظبط، هو ده طيب. السيد ضحك عليا ماشي، كلمك جد صحيح، ضحك عليا قال لي تعالى بس امضي البتاع ده، وانت ما بتحبش الاهلي، عارف جالي بقى في الحته الحساسه، ما بتحبش الاهلي عارف، انت تحرجني بيها كده. ومضيتك انت على استمارات؟ والله مضيت على استمارات، ما خدش حاجه، عارف المفروض انا كنت فري، يعني ما كنتش يعني طبعا يعني حتى لو انت ماضي استمارات انت يحق ليك انك تسافر بره. دي حقيقه، بس انا كان لازم امضي عشان خاطر ما اتأيد، لان التأييد لازم استمارات، هم كانوا شالوا الاسم من الـ من الـ من القوائم، فكنت انا بقى خلاص فري يعني، فاهم قصدي؟ فبعدين جه السيد بقى ايه، والله انا فاكر كان قدام اوضه عم جمعه الله يرحمه طبعا، فقال لي بص يا بلال، انت الاهلي عايزك، ما تحبش الاهلي؟ قلت له ايه اللي احرج ده يا كابتن؟ مين اللي ما بتحبش الاهلي؟ ايه اللي احرج ده؟ في فلوس؟ قال لي لا. قلت له خلاص خد القلم اهو. ماشي والله، ومضيت له على الاستمارات على طول والله من غير ما افكر يعني. قلت له بس يا كابتن، يعني بلاش الحركات اللي بتعملوها معايا دي، بلاش الحركات اللي بتعملوها معايا دي، انت مش عارفني كويس؟ قال لي عارف، امكانيات كبيره. قلت له بس خلاص.
كابتن بلال والله وانا بتكلم معاك يعني لازم يعني اروح لتقرير كده مهم من الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي. طبعا كان في جوله تفقديه اليوم للمشروعات الانشائيه بفرع النادي الاهلي بمدينه نصر لمتابعه اخر التطورات العمل وتحديدا النهايه او المواعيد النهائيه لاستلام المشروعات واللي هتكون طبعا بمثابه نقله كبيره على المستويات كافة. وحرص الرئيس النادي الأهلي على الاستفسار عن كل الأمور من ممثل جهاز المشروعات الوطنية القائم على منشآت الأهلي والمهندس سامح علي كامل المستشار الهندسي لمجلس الإدارة. وعلى هامش الجولة بفرع مدينة نصر التقى الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بمجموعة من فرق الناشئين مواليد 99 و2000 و2001 واللي كانوا موجودين لأداء تدريبات اليومية في حضور الكابتن فتحي مبروك رئيس قطاع الناشئين. حرص الكابتن محمود الخطيب على الحديث إلى مجموعة اللاعبين والتأكيد على أن القيم والمبادئ النادي الأهلي تأتي دائما قبل البطولة وأن الالتزام الأخلاقي هو البداية الفعلية لسلم النجومية والتألق وأن ثقافة الفوز هي اللغة الأولى في قاموس الأهلي لأنه طبعا قدر هذا النادي الكبير أن يلعب على الفوز في كل مبارياته ولأن سقف طموحات جماهيره بلا حدود وأن الشخصية عامل مهم ورئيسي في مواصفات لاعب الأهلي وهو ما لا يأتي إلا بالالتزام الكامل وحتى في منزل الأسرة لابد أن تكون طاعة الوالدين في المرتبة الأولى. وأبدى شباب الأهلي سعادتهم الكبيرة بالحديث الودي مع رئيس النادي الأهلي ورغبته في تحفيزهم ورفع روحهم المعنوية والتأكيد على ثقتهم في أخلاقياتهم وقدراتهم على تمثيل الأهلي في المستقبل القريب. وشوفنا زي ما حضراتكم تابعتم بالرغم من صعوبة الجو والعواصف اللي شفناها النهاردة كابتن محمود الخطيب كان حريص أنه هو ما يقطعش الزيارة اللي كان واعد بيها المهندس سامح علي كامل المستشار الهندسي ولا لعيبة الشباب أنه هو يكون موجود وأنه هو يكون في تواصل ما بينه وبين النادي الأهلي وقطاع الناشئين. طبعا الأعمال الهندسية كلها كانت شغالة ما كانش حد متأخر ولا حد اتأخر على النادي وده بيدل على الالتزام الكامل سواء من طبعا المهندس سامح علي كامل أو زي ما حضراتكم شايفين بالرغم من صعوبة الجو وانتم شايفين الصورة مش محتاجة كلام ان الجو يعني الصورة صفرة رمال وعواصف في كل أنحاء القاهرة والجيزة والمحافظات كان يوم صعب جدا جدا والاعمال شغاله وكل حاجه هيتم تسليمها ان شاء الله في الميعاد المعلن عنه ده لو مش قبل الميعاد كمان وده اللي احنا متعودين عليه في النادي الاهلي ان دايما بنكون متفقين على ميعاد بنوعد بيه الاعضاء سواء في الانشاءات او في الصفقات زي ما حضراتكم شفتم بنوعد الجمهور فبنحقق او بننفذ اللي احنا بنقول عليه طبعا بفضل ربنا سبحانه وتعالى بفضل خلية النحل اللي شغالة في النادي الأهلي طبعا تحت يعني الكابتن محمود الخطيب والكابتن محمود الخطيب تحت النادي الأهلي وبالتالي هما كله يعني كلنا متعاونين علشان نوصل لنتيجة مهمة في الآخر. أرجع تاني مع كابتن بلال. طيب معانا المداخلة دلوقتي كابتن خالد. طيب معنا يعني واحد من نجوم منتخب مصر ونجوم من النادي الاهلي وهو مش غريب على قناه النادي الاهلي كابتن مصر وكابتن النادي الاهلي ونائب رئيس الاتحاد المصري لكره القدم كابتن خالد العوضي. كابتن خالد برحب بحضرتك. الو يا كابتن خالد. طيب لحد ما نرجع للكابتن خالد. كابتن بلال يعني عملت موسم رائع جدا وعملت موسم هدفتي فيه وهرجع تاني الاهلي ايه اللي حصل بعد نهايه الموسم بقى؟ اتكلموا معاك في عقد؟ اتكلموا معاك في تفاصيل ولا كانت الدنيا ماشيه بالحب؟ لا كله كان بالحب يعني. ما كانش فيه حاجه. لا كله كان انا كنت باخد عادي 50,000 جنيه في السنه. هو يعني 50,000 جنيه عادة يا كابتن. والله 50,000 جنيه وكنت مبسوط على فكره. الموسم كام يا كابتن ده؟ ده كان موسم 2000 انا كنت هداف دوري ساعتها خدت تاني سنه خدت هداف دوري يعني يا كابتن 50,000 ده كان ايه مثلا؟ كانوا يساووا كام دلوقتي؟ ايه مثلا 500,000 جنيه مثلا؟ 50,000 ده هناك زمان
يعني الشقه اللي كنت قاعد فيها ايجار كانت مثلا ب 250,000 300,000 جنيه واللي بتاخد في السنه 50,000 يعني مش عارف بقى تساويها قايمه ازاي يعني بتستلف عشان تكمل بقيه طيب بس خد بالك هي الفكره ما كانتش فكره ماده يعني طبعا الفكره كانت فكره ان انت بتحب المكان ده طبعا يا كابتن تمام ان انت طلعت منه ما كانتش الفلوس هي بقى الفكره خالص بالنسبه لي تمام نهائي كان انت الفكره كلها ان انت حبيت النادي الاهلي كان نفسك توصل للمكانه دي والحمد لله ربنا وفقك ووصلت للمكانه دي فما كانش فارق اي حاجه حتى احنا كمان يعني عايز اقول لك على حاجه يعني طب نروح لكابتن خالد بسرعه نروح لكابتن خالد يا كابتن خالد يا كابتن عمر ازاي حضرتك كابتن عمر منور على شاشه الاهلي طبعا يعني يا ربنا يخليك كابتن طبعا يعني سريعا عشان ما اطولش عليك مباراه مصر والمجر وتعادل منتخب مصر طبعا ببارك لحضرتك على بقاء امال وطموحات منتخب مصر في الصعود الى الدور الثاني لكن عايز اعرف منك سريعا فرص منتخب مصر علشان يصعدوا الى المرحله الثانيه طيب بص يا كابتن عمر طبعا الحمد لله ان قدروا ولادنا النهارده يلعبوا بمستواهم وقدموا مستوى جيد جدا جدا النهارده في مباراه المجر فريق كبير المجر فريق كبير في بطولات العالم لكن فرصنا دلوقتي احنا بكره ان شاء الله نكسب انجولا باذن الله نتاهل رسميا الى الدور الثاني الحاله الوحيده اللي فيها ممكن ما تتاهلش ان قطر تكسب السويد وقطر تكسب الارجنتين ومباراه السويد وقطر شغاله والنتيجه تعادل ماشي تعادل واحد السويد هي ان شاء الله باذن الله نتمنى تكسب الارض قطر لو ده حصل نكسب انجولا بكره نتاهل رسميا طيب منتخب مصر ان شاء الله لو يتاهل رسميا هل ممكن نعرف مين من الفرق او المنتخبات اللي هتلعب منتخب مصر في الدور الثاني حال تاهل المنتخب المصري؟ بص في حاله تاهل المنتخب المصري هيبقى مجموعه صعبه جدا بص رقم واحد النرويج والدنمارك تاهلوا رسميا من المجموعه الثانيه والقريب للتاهل منتخب التونسي هيلعب بكره النمسا في مباراه برضه مهمه جدا تقريبا في الوقت الساعه فلو تونس كسبت تتاهل برضه هي رسميا متاهله فيبقى عندنا ثلاث فرق او ثلاث منتخبات قويه جدا منتخب النرويجي منتخب يعني لعب بطوله العالم فاينل بطوله العالم في اخر مره ومنتخب الدنمارك على ارضه ووسط جمهوره ومنتخب يعني مقابله بين دايما في ارضا منتخب مصر وتونس هو يعني ابطال افريقيا فالمنافسه هتبقى قويه هلا كابتن خالد راضي على مستوى مصر اليوم امام المنتخب المجري وكنت تتوقع نتيجه ولا النتيجه بالنسبه لنا كانت يعني مستوى كبير ونتيجه مفاجاه بالنسبه لنا كمصريين بصراحه النهارده منتخب مصر ادى اداء اللي احنا يعني دايما متعودين عليه منتخب المصري لما بدا بطوله العالم ماتش السويد كان ماتش دايما يعني ماتش كويس قدامه لكن مستوى منتخب مصر الفني في مباراه قطر كان مستوى ما كانش يليق باسم منتخب مصر، مستوى منتخب مصر مع الارجنتين قدرنا نعدي المباراه بنجاح، لكن منتخب مصر النهارده موجود في ارض الملعب، موجود في مونديال العالم، وبيقول ان مصر فيها كره يد حديثه، كره يد محترمه، وفعلا النهارده ادوا اداء كويس جدا 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 المنتخب المصري، 100% راضي على اداء منتخب مصر النهارده ولاعيبه منتخب مصر، النجوم الكبار اللي عندنا وخاصه عصام الطيار حارس مرمى النادي الاهلي عمل دور رئيسي اساسي في فوز منتخب مصر النهارده فعلا ادى اداء بروح عالي جدا 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 وفعلا لازم يكون كان يستحق رجل المباراه وبرضه شعور طيب من كابتن علي فكري ان هو بعد ما خد احسن لاعب في المباراه يروح يديله الهديه ويقول له ان انت حارس المرمى الامين اللي فعلا قدر يتالق النهارده والنهارده دي شهاده ميلاده الاساسيه في بطوله عالم كبيره فيعني بنشكره جدا 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 وده اسم النادي الاهلي كابتن عصام الطيار حارس مرمى ان شاء الله القادم بقوه لمنتخب مصر. طيب كابتن خالد ان شاء الله يعني كل التوفيق لمنتخب مصر بكره امام المنتخب الانجولي وان شاء الله حضرتك تكون موجود بقى ونحتفل كلنا بفوز منتخب مصر وصعوده الى الدور الثاني وطبعا بشكر حضرتك وبنشكر كل القائمين في مجلس الاتحاد المصري لكره اليد وبالتوفيق يا كابتن خالد لمنتخب مصر بكره ان شاء الله. كابتن خالد العودي طبعا يعني نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد وكمان واحد من نجوم منتخب مصر والنادي الاهلي في عالم كرة اليد وكان مكالمة مهمة جدا يا كابتن عشان بس نطمن على مبروك طبعا لمنتخب مصر يعني طبعا. ان شاء الله الصعود باذن الله يعني طيب كابتن بلال انا الوقت طبعا بيجري والحلقة عدت يعني هوا فيعني مستر مانويل جوزيه كان ليك معاك
يعني كان في مواقف معينه مع مستر مانويل جوزيه، كان دايما لما بيجي يتكلم معاك كده كان دايما الموضوع بياخد سكه الهزار، كان يقول لك اشرح لك كده الاساسيات والبدايات، اقول لك يا مستر مانويل محمد بلال يعني لا هو عارف ايه كانت السرعه كده، ايه اللي حصل بينك وبين بس مستر مانويل جوزيه؟ يعني يعني من المدربين، خد بالك احنا يعني تألقنا مع بعض، يعني فاهم قصدي؟ يعني احنا تألقنا في الراوند الثاني مع بعض، يعني أدينا بشكل كويس قوي، انا كمان أديت بشكل كويس جدا 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 معاه الراوند الثاني، هو مشي انا كنت في استقباله، يعني كنت انا بسلم عليه هو ماشي، اما رجع وانا رحت احترفت ورجعت ثاني، فكان في تدريب كده، فهو عارف ان بيشرح بقى ايه يعني ازاي الفرد يسجل هدف، يعني فاهم؟ فالكره كانت كره ملعوبه على الارض، تمام؟ فهو الكره اتلعبت على الارض، فبيقول لي لا تتشاط بوش رجلك الداخلي، يعني مش دي ما تتشاط بوش رجلك كده، تتشاط بوش رجلك كده. فانا قلت له انت الكلام ده بتقوله لنا؟ لا طبعا لسه بدو جزء واحد من المدربين اللي انا نعتز بيهم. كابتن بلال الوقت جري معانا بسرعه، لكن انا حابب اختم بخبر نقوله لكل الساده المشاهدين، ان رسميا الكابتن حسني عبد ربه نجم منتخب مصر ونجم نادي الاسماعيلي بيعتزل كره القدم رسميا، كان واخد القرار قبل كده لكن بسبب ظروف نادي الاسماعيلي كان مأجل القرار، لكن رسميا تم اعلان الخبر علشان كره القدم تخسر واحد من نجومها، واحد من اللعيبه المخلصه جدا سواء لناديها او لمنتخب مصر، واحد من اللعيبه اللي حققوا بطولات كتيره جدا في العصر الذهبي مع الكابتن حسن شحاته والكابتن شاء غريب والكابتن حماده صدي والكابتن احمد سليمان. كابتن احمد بلا شرف فينا نورتني، واستمتعت جدا جدا بالحوار مع حضرتك. شكرا ربنا يخليك يا عمر، تسلم. شكرا ان شاء الله، اشوفكم بكره على خير في حلقه جديده من حلقات الاهلي الليله، تصبحوا على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.